بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أكيد في البداية هنطمن عن فريق كرة القدم، كان فيه تدريبة أعتقد هي دلوقتي شغالة وفي حالة من التركيز، الجهاز الفني بيشتغل وعارف اللي حلم جماهير الأهلوية بطولة أفريقيا، عشان كده الهاشتاج النهاردة أفريقيا يا أهلي. بنقول زي ما جماهيرنا بتقول بطولة أفريقيا أكيد وحشانة، غياب سنوات كتير وده مش الطبيعي بتاع النادي الأهلي. في حالة من التركيز، حالة من الإصرار، حالة من العزيمة، ده اللي بالفعل موجود. خليني كمان زي ما قلت امبارح إن المشوار مهم وكان فيه صعوبات في بداية المشوار من بيتفيست الجنوب أفريقي للمجموعة اللي النادي الأهلي كان فيها، كمان مباراة الترجي، كل ده المفروض ننساه ولازم مهم جدا الجهاز الفني ومع اللاعبين يشتغل على فكرة ان خلاص ماتش ومباراة حصل فيها بالنسبة لنا الطبيعي بتاع النادي الاهلي، الاصرار والعزيمة وروح فانيلة النادي الاهلي اكيد كانوا موجودين، لكن لازم كلنا صفحة اتقفلت وفي مباراة النجم الساحلي اللي هي مباراة من وجهة نظر الشخصية ومن وجهة نظر نقاد رياضيين كتير ومن وجهة نظر جماهير كتير ان مباراة صعبة جدا جدا واصعب من مباراه الترجي. لما بنتكلم على مشوار البطوله كمان واللي انا عايز اكد عليه، فريق الترجي ايوه النادي الاهلي لما قابله ما خسرش في البطوله خالص، وايضا النجم الساحلي فريق ما خسرش في البطوله. فريق من نوعيه لعبه ممكن نقول للترجي اقوى فنيا، لكن بيعتمد على الروح داخل الملعب. وانا بكلمكم بخبره سنين طويله، اعتقد 6 أو 7 مواجهات مع النجم الساحلي، منهم السوبر ومنهم بطولة أفريقيا. فريق مش بالسهل برضه على ملعبه. فريق عنده جماهير، فريق جماهيره بتساند من أول دقيقة لآخر دقيقة، الملعب بطبيعته أضيق من ملعب رادس، وملعب هم حافظينه بشكل كبير. لكن بيبقى بيعتمدوا على الجماهير والروح والمساندة الجماهيرية والدعم، ومن هنا عندهم عناصر شابة كتير وبيبقى فيه روح وكمية جري غير طبيعية. من وجهة نظري مباراة النجم الساحلي هي أقوى بكتير من مباراة الترجي، عشان كده بنطالب بكل يوم اللي بنقوله للعيبة، ما بنخافش على الأهلي أبدا، طول ما فيه روح، طول ما فيه التزام، طول ما فيه كور مشتركة بتتعامل بمنتهى القوة من غير ما تأذي زميلك، لأن النادي الأهلي علمنا الروح الرياضية ده أكيد. كمان مش عايز أتكلم على فكرة الحكم كتير، مش هنقف عندها، لأن على مدار تاريخ النادي الأهلي بيبقى غير مقبول بالنسبة للجماهير. بيبقى فيه أخطاء الكل بيتكلم عليها، لكن مفيش حاجة اسمها داخل النادي الأهلي اللي يبقى فيه أعذار أو حجج أو الحكم هو تسبب، الكلام ده خلينا نتكلم بأمانة ما بيبقاش موجود. فمن هنا مش عايزين نتكلم على الحكم أساسا، نعتمد على رجالتنا داخل الملعب، اللي يلعب يلعب، المهم الأهلي يكسب، وربنا يوفق الكابتن حسام البدري ويضع التشكيلة المناسبة للمباراة والاستراتيجية المناسبة للمباراة. لكن هكرر تاني، مباراة النجم الساحلي مش من المباراة السهلة أبدا، مباراة قوية جدا جدا وأقوى من مباراة الترجي. عندهم أكيد عناصر متميزة، عندهم فرقة منظمة، لكن النادي الأهلي فريق مش قليل، فريق كبير بشهادة كل أفريقيا وبشهادة كمان الصحف التونسية، تعلم قيمة النادي الأهلي خصوصا في مشواره الأفريقي على مدار التاريخ. ولما نتكلم كمان على التاريخ مهم جدا أذكر نفسي أذكر حضراتكم، من الوقت القريب كان النادي الأهلي متسيد، بتشوفوه طرف في كل المباريات النهائية، ده تاريخ موجود. ولما نتكلم على تاريخ موجود بيبقى حاضر، بس بيبقى حاضر بالجهد والعرق والإخلاص والالتزام والانضباط. وهأكد مرة تانية، اللي لسه عايش في نشوة الانتصار لازم يخرج بمنتهى السرعة من أولنا إحنا كبرنامج وكجماهير وكلاعبين وكجهاز فني. مطلوب طول الوقت التزام، انضباط، تركيز، لأن عندك جماهير بالملايين بالملايين منتظرين كابتن الفريق وهو بيرفع كاس افريقيا، وده هيبقى انجاز
غير مسبوق للنادي الاهلي في كل العابه، قدر اللي هو يحقق على المستوى المحلي وكمان على المستوى الافريقي. مفيش نادي في العالم بيقدر يعمل اللي النادي الاهلي بيعمله. عشان كده كل الاماني الطيبه وكل المسانده والدعم لفريقنا اللي مشرفنا وبيفرحنا في الاوقات الصعبه. النادي الاهلي الحاجه الوحيده من وجهه نظري في الرياضه اللي بتشتغل صح، وبتشتغل بضمير، وبتشتغل بمجهود، وبتشتغل بتخطيط، وبتشتغل بحب واخلاص لجماهيرك اللي هي الحافز، والكمان الاخلاص في العمل. لان اللي بيعمله النادي الاهلي ما اعتقدش في انديه، على سبيل المثال مثلا لما نروح نتكلم على برشلونه، ريال مدريد، امام باريس سان جيرمان كان في صعوبه، وتلاقي بيرجع بسرعه فريق برشلونه ويرجع في المباراه، بس بيعملها مره مرتين ثلاثه، لكن مش على مدار تاريخه. لما نتكلم كمان على مستوى النادي الاهلي وبالارقام، عشان دايما الناس بتتكلم على الاوقات الحاسمه، لما في الاهداف اللي بيجيبها النادي الاهلي في الدقيقه 90 و92 و96، الان النادي الاهلي على مدار تاريخه لما نتكلم دلوقتي ممكن النسبه زادت، فتلاقي 38% من اهداف النادي الاهلي على مدار تاريخه هتلاقيها بتيجي في الاوقات الاخيره. عشان كده نقاط مهمه جدا جدا غير اللي انا قلتها، اللي هي تخص اللاعبين من روح لالتزام لضغط للفريق، عمل جماعي داخل الملعب لضغط جماعي، ده مهم جدا. لكن في امور تانية، امور فنيه لازم ناخد كلنا بالنا منها، والكابتن حسام البدري اكيد بنحترمه وبنقدره وبنشكره على المجهود اللي هو بيبذله، وده مره تانية ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. النقطه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها، لازم نخلي بالنا فرق شمال افريقيا بتهتم بالكور الثابته. الكور الثابته بينفذوها بشكل كويس جدا. الجميل في مباراه الترجي، وهرجع شويه في نقط فنيه، اللي الهدفين اللي جم في النادي الاهلي كان من كور ثابته. فالنادي الاهلي المباراه الثانيه ركز في الكور الثابته، مفيش اقلل من اخطائه، ده حاجه محترمه جدا اللي انت عالجت الموضوع ده بسرعه. فمن قبل المباراه لازم ناخد بالنا ما يعملش فاولات كتير عند ال 18، لازم نقلل من الكرات الثابته اللي هي متميزين فيها فريق النجم الساحلي. مش النجم الساحلي بس، كل شمال افريقيا بيعتمدوا على ده. دي واحد. اتنين، المباريات دي بيتخلق فيها فرص قليله مش كتير، فلازم استغلال الفرصه لما تجيلي. انا متعاطف جدا مع وليد ازار، واللي انا اتعلمته في العشر سنين الاخيره على الاقل في ثقافه اللي انت تهاجم لعيب بتاعك ده غير موجوده. ففي البعض بيسيب المباراه وخلاص، والاهلي صعد ابتدى بقى يتكلم صلاح ما لعبش ليه، وليد ازارو ليه ما بيضيع الفرصه السهله دي. بس لما تتكلم على مجهوده من بدايه المباراه، شوفوا الالتحامات، شوفوا كميه الجري، شوفوا كميه الحماس اللي موجود. انا بحس بمنتهى الامانه ومش دفاعا، ان حد متربي جوه النادي الاهلي، حد عنده روح الفانيله الحمراء. وانا مش بقول للناس اتعاطفوا معاه، بس بص الفرصه لما بتضيع، هاتوا الرياكشن بتاع وشه، هتلاقي الخوف سيطر عليه، هتلاقوا الشد العصبي ظهر عليه، هتلاقوا جاله شد. فده متحمل مسؤوليه، ومش بقول لك هاجمه ولا لا، في نقد بناء، يبقى مديره الفني اللي يشتغل على ده عشان لما تيجي فرصه سهله يقدر يجيبها. لكن ده معناه ان اللعيب مضغوط. ومش هتكلم طول الوقت، ما دام لابس فانيله النادي الاهلي، ما فيش حاجه اسمها سنه صغير، ما فيش حاجه اسمها ما عندوش خبره، انت لابس فانيله النادي الاهلي، فانيله النادي الاهلي دي مسؤوليه. فمن هنا اكيد الكابتن حسام بيشتغل معاه على الفرص اللي بيضيع، ده اكيد 100%، لكن لازم احنا كمان يبقى لينا دور ايجابي مع اللاعب. خصوصا اتفرجوا على اول 25 دقيقه، ما فيش امداد ليه هجومي، وعمال بيجري وسط المدافعين ويشاكس مع حارس المرمى وشمال ويمين وضغط لوحده. ده كلام محترم. في راس حربة ممكن يلعب ما بيخلقش لنفسه فرصة. ما دام بتخلق لنفسك فرص يبقى هتيجي. وده اللي لازم كلنا نسانده بيه، وده كان أمانة عندي لازم أقولها للاعب أنا شايفه اللي هو مهم جدا جدا للنادي الأهلي. في إهدار للفرص السهلة؟ فيه. لكن ما دام بيروح يبقى إن شاء الله قادر، وإن شاء الله يقدر يهدف في فريق النجم. دي نقط مهمة جدا. هرجع أقول تاني، الضغط الجماعي داخل الملعب، استغلال الفرص، نقلل من الكرات الثابتة علينا، لأن الكرات الثابتة دي هم متميزين
فيها. احيانا لازم يبقى عندنا شخصيه الاهلي موجوده في الموقف الصعب، اه بتبقى موجوده، مش هنتكلم فيها. اللي هنتكلم فيها الصبر في مباريات، بيبقى لازم الصبر موجود فيها، اللي انت ممكن تنقل كوره كتير وما تيأس، وممكن اوقات بيبقى في عليك ضغط كبير جدا في سمات الفرق الكبيره، اللي انت تنتظر امتى هنضغط مع بعض، امتى هنرجع لورا. كل دي تعليمات مدير فني، لكن الصبر مع الشخصيه بيقدر يديك الهدف اللي انت عايزه. ربنا يوفق الكابتن حسام البدري ويضع التشكيله المناسبه مره ثانيه، واحنا منتظرين رجاله النادي الاهلي زي ما وعدونا قبل ما يسافروا، اللي الروح هتبقى موجوده. بتقولوا لي يا جماعه؟ حد جاهز معانا؟ طيب تمام، حاولوا تجيبوا امير هشام او كابتن سيد عبد الحفيظ يطمنا على الفريق، خصوصا ان عرفنا اخبار الكابتن حسام عاشور كان في لعبه مشتركه مع صالح جمعه، خرج من التمرين وبيحط تلج على في التدريب. ده اوكي، نخلي بالنا على بعض، كل لعيب عايز يشارك اكيد في المباراه، لان اللعبه في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، وتيشيرت النادي الاهلي او فانيله النادي الاهلي زي ما حضراتكم بتحبوا تقولوا دي مسؤوليه، والمسؤوليه اللي انت تسعد جماهيرك. واكيد اكيد الكابتن حسام البدري بيتكلم مع اللعيبه في ده، من الدوافع اللي انت بتخلقها لعيبتك. وكان في معانا دكتور نفساني قبل كده، وكان في مدربين بتتكلم معاك، لكن اللي محدش بيختلف عليه اللي كل مدير فني بيمسك النادي الاهلي بيقول الكلمتين اللي انا هقولهم لحضراتكم دلوقتي. ليك جماهير كبيره بالملايين في كل مكان، البسيط منها والكبير منها والغني منها، واللي عاشق النادي الاهلي واللي النادي الاهلي بيفرحه، ولما الاهلي يخسر ما في ناس ما بتاكلش. ده بالفعل موجود، اه كل حاجه موجود، لكن اللي عايزين نقوله دي الدوافع الحقيقيه، دي الدوافع اللي فيها اخلاص، اللي انت عندك جماهير تتحمل مسؤولياتها وانت بتلعب، مطالب اللي انت تسعدها. وانا عرفت جمله مهمه جدا جدا قالها الكابتن عماد متعب للعيبه ما بين الشوطين. عارفين عماد متعب قال ايه؟ ما هو عماد متعب مش دوره في الملعب اللي هو يلعب، اللعيب الكبير القيمه اللي يقعد يتكلم واللعيبه تسمعه. فما بين الشوطين لما الاهلي جاب فيه الهدف، عماد متعب في اوضه اللبس قال للعيبته ايه؟ قال لهم اللي مش هينزل الشوط الثاني يقاتل على فانيله النادي الاهلي يقول للكابتن حسام انا مش هكمل. اللي مش هينزل يموت نفسه في الشوط الثاني ونكسب المباراه ونصعد للدور اللي بعد كده يقول للكابتن حسام ويغير. ده دور الكابتن الفرقه او كابتن من كباتن الفرقه. ده كلام محترم من كابتن عماد متعب، وده دور اللعيبه الكبيره، وانا قلت تاني وتالت ورابع. كره القدم جزء منها كبير الكلام، ممكن لعيب زميلي الحقه من خطا اللي انا اقول له خلي بالك خد خطوتين لورا، اضغط وانا في ظهرك وراك، اطلع لقدام ما نضغطش نفسنا. الكلام مهم جدا 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 في عالم كره القدم. عايزين اللعيبه الكبيره جوه الملعب وغير الكبيره، نشوف لما يهبط الاداء نسمع صوت حسام عاشور في الملعب بمنتهى القوه يفوق الناس. ده مهم جدا يا جماعه اللي احنا بنقوله. نطير بسرعه لتونس ومع مراسل قناه النادي الاهلي زميلي امير هشام. امير برحب بيك. ليك يا كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في هذه اللحظات وصل فريق النادي الأهلي لفندق الإقامة بعد أداء المران اليوم، ويمكن هو كان مران مهم جدا بالنسبة للجهاز الفني وللاعبي الفريق في إطار الاستعداد للمباراة الهامة والمصيرية المقبلة أمام فريق النجم الساحلي في مشوار النادي الاهلي الافريقي، وبالتحديد في نصف النهائي. لكن خليني بالتحديد اتكلم عن مران النهارده يا كابتن
شادي، يمكن طبعا النهارده مران كان مهم جدا، كان في بعض الجوانب البدنيه، بعض تدريبات الكره القويه، وايضا بعض الجوانب التكتيكيه الهامه جدا جدا اللي كابتن حسام البدري ركز عليها خلال المران النهارده. ومن الواضح ان كابتن حسام خلال التدريبات سواء النهارده او امبارح او اول كان مركز على الجوانب التكتيكيه قبل السفر لمدينه سوسه وهي معقل فريق طبعا النجم الساحلي، فبالتالي كابتن حسام من ناحيه تكتيكيه كان مركز بشكل كبير جدا مع اللعيبه. خليني ايضا الفت النظر لكل جمهور النادي الاهلي، يمكن التدريبات مدتها بتبقى طويله شويه، يعني خلينا اقول لك ان احنا في شبه معسكر اعداد للموسم الجديد، وده يمكن شيء جيد جدا وكان قرار جيد جدا من الجهاز الفني بالاستمرار هنا في تونس للاستعداد لمختلف المشاركات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي سواء دوري ابطال افريقيا ومباراه نصف النهائي او ان شاء الله بطوله الدوري ايضا طبعا المصري في ما هو قادم. لكن بالتحديد بالنسبه لمران النهارده طبعا كان في جزء مع نهايه المران تقسيمه قويه جدا شارك فيها جميع اللاعبين، لكن الخبر السيء او الخبرين السيئين بالنسبه للفريق النهارده هو اصابه كل من حسام عاشور واحمد الشيخ لاعبي الفريق. يمكن النهارده خلال التدريبات كان في طبعا حماس كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، ده ادى لاصابه حسام عاشور اثر تدخل طبعا قوي من صالح جمعه، ده طبعا ناتج عن الحماس الكبير طبعا المتواجد في او اللي بيعيشه لاعبي النادي الاهلي في هذه فترة قبل المباراة الهامة جدا امام فريق النجم الساحلي. بالتالي حسام عاشور ما قدرش ان هو يكمل المران، طبعا بسرعة نزل له دكتور خالد محمود اطمن على رجله. طبعا حسام ما قدرش ان هو يكمل المران خالص، هو يمكن عنده قدمة قوية شوية في اسفل الركبة، يعني تقريبا في القصبة تقريبا قدمة قوية شوية بالنسبة لحسام عاشور، ما قدرش من خلالها ان هو يكمل المران، لكن لسه هنطمن على حسام عاشور ونشوف طبعا تطورات الحالة هتكون ايه من خلال دكتور خالد محمود. بالنسبة لاحمد الشيخ، احمد الشيخ ايضا خلال التقسيمه تعرض لكدمه قويه في اسفل الظهر، وده نتج برضو ان هو ما قدرش ان هو يكمل مران الفريق النهارده. ايضا هيتم الاطمئنان على حاله احمد الشيخ بالنسبه للدكتور خالد محمود او من خلاله ان شاء الله، عشان نتمنى اكيد ان هم يقدروا يرجعوا للتدريبات الجماعيه في اسرع وقت يا كابتن شادي، وان يكون 25 لاعب متاحين للكابتن حسام البدري طبعا قبل مباراه مهمه زي مباراه النجم الساحلي. لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير، ادوا تدريبات قويه بشكل جيد جدا، واضح طبعا الجديه الكبيره في تدريبات النادي الاهلي، لكن ده طبعا كانت ابرز ملامح المران النهارده. خلينا اقول لك ايضا ان في هذه اللحظات اللاعبين وصلوا فندق الاقامه، هيتم تناول وجبه العشاء، بعديها بحوالي نص ساعه هيكون في محاضره للكابتن حسام البدري. النهارده كان في محاضره اولى صباحا بعد وجبه الغداء، هيكون في محاضره اخرى محاضره ثانيه النهارده للكابتن حسام البدري مع اللاعبين، واكيد هتكون المحاضره من ضمن المحاضرات مهمة في إطار أيضا الاستعداد وكشف كل ما هو كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لفريق النجم الساحلي قبل هذه المباراة الهامة. وطبعا بكرة هيتم التحرك إن شاء الله لمدينة سوسة وبالتحديد أحد الفنادق هناك طبعا الاستعداد لهذه المباراة. خلاص تم حجز الأوتيل الخاص طبعا بفريق النادي الأهلي في مدينة سوسة من خلال كابتن سيد، يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن أو كابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد من خلال يومين أو ثلاثة فاتوا قدر ان هو راح بعد طبعا مباراه الترجي مباشره، راح وطبعا انهى كل اجراءات الاقامه وايضا ملاعب التدريب وكل ما يخص فريق النادي الاهلي طبعا. لكن ان شاء الله الاستعدادات كلها بشكل جيد جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بالنسبه لحسام عاشور واحمد الشيخ نتمنى ان هم يرجعوا في اسرع وقت. في المقابل خلاص سعد سمير زي ما اكدنا من امبارح، سعد سمير اصبح جاهز جدا للمشاركه بنسبه كبيره، هو هيعود بشكل اساسي في المباراه المقبله وهيجاور رامي ربيعه طبعا في خط الدفاع. بشكل عام كل الامور ماشيه بشكل جيد، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كابتن شادي لو في اي استفسار اتفضل. امير، اللي انا عايز اعرفه منك بكره، انت قلت لي الفريق راح لسوسه، هيبقى التدريبه هتبقى في تونس الاول في تونس العاصمه، ولا لما يسافروا التدريبه هتبقى هناك في الملعب الجامعه اعتقد؟ طبعا
طبعا تجنبا للاجهاد يا كابتن شادي، هيكون في مران الساعه 4 عصرا هنا في تونس في العاصمه، وبالتحديد في ملعب الجامعه اللي كان عليه مران اليوم، وايضا كان هي اول مران للفريق هنا فور وصوله لتونس قبل مباراه الترجي. فبالتالي الجهاز الفني يعني فضل عشان يكون في عدم اجهاد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي يكون في مران الاول، هيكون بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت تونس، 5 عصرا بتوقيت القاهره. بعديه ان شاء الله هيرجع الفريق لفندق الاقامه، يتم تناول وجبه العشاء، وبعديها ان شاء الله الفريق او البعثه بشكل عام كلها هتتحرك لمدينه سوسه طبعا ليلا عقب المران وعقب العشاء، عشان يوصلوا ان شاء الله ويتم الاستعداد من اليوم التالي مباشره ان شاء الله للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، من خلال اكيد تدريبات هتكون مهمه سواء يوم الجمعه او يوم السبت ان شاء الله استعدادا لهذه المباراه اللي هتكون يوم الاحد في تمام الساعه 6:30 بتوقيت تونس، 7:30 بتوقيت القاهره. دايما قبل المباراه المهمه بسالك سؤال مهم، انت انا عارف اللي انت في فندق الاقامه، عارف اللي انت معاهم في التدريبات، وده بالنسبه لنا الاهم، وبدون دبلوماسيه ده الاهم اللي احنا نعرفه. اكيد بتقعد مع اللاعبين بتسمعهم، المباراه مهمه جدا جدا، الكواليس ما بين اللاعبين ما بينهم وما بين بعض بيقولوا ايه يا امير؟ طبعا خليني اقول لك يا كابتن شادي، يعني هو كلام اللاعبين كلهم مع بعض سواء اللاعبين وايضا الجهاز الفني، ان هم خلاص وصلوا لمرحله مهمه جدا في البطوله، خلاص ناقص خطوه ان شاء الله هي خطوه النجم الساحلي والنادي الاهلي يقدر يوصل للنهائي من خلاله ان شاء الله يتوج بهذه البطوله. فبالتالي هم مركزين بشكل كبير حتى في كلامهم ما بينهم بعض، ان هو خلاص احنا لازم ما نأديش اداء اقل من الاداء في المباراه السابقه، بالتحديد امام فريق الترجي. يمكن الفريق ادى اداء جيد جدا في مباراه الترجي، قدر ان هو يفوز سواء بالنتيجه او بالاداء طبعا 2-1، وكانت مباراه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لاعبي النادي الاهلي عندهم اصرار كبير جدا يا كابتن شادي ان هم ما يقلوش عن هذه المباراه ويؤدوا اداء زي مباراه الترجي ويمكن اقوى ان شاء الله خلال مباراه النجم الساحلي، خصوصا ان احنا عارفين الاجواء في النجم الساحلي او بالتحديد في مدينه سوسه مختلفه شويه عن ملعب رادس بالنسبه لفريق الترجي التونسي. فبالتالي هم عندهم اصرار كبير ان هم يوصلوا هذا المشوار الافريقي، اصرار كبير ان هم يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي، خصوصا ان الفريق السنه دي قدر ان هو يحقق بطوله الدوري وبطوله الكاس، ناقص لهم ان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا عشان تبقى ثلاثيه يمكن تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي، بقالنا كتير جدا يا كابتن شادي ما حققناش ثلاثيه طبعا من خلال بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي ايضا هي بطوله دوري ابطال افريقيا احد البطولات المهمه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. فبالتالي لاعبي النادي الاهلي دايما كلامهم هو التاكيد على الاستمرار في المستوى اللي قدموه خلال الفتره السابقه، وان شاء الله استمرار في هذه البطوله، وان شاء الله التاهل للدور النهائي، وبالتحديد طبعا على المباراه المقبله هم عايزين ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه، ولا سيما لو هي الفوز. طبعا الفوز اكيد هيكون او هيدي اريحيه بشكل اكبر لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده، وده اللي ركز عليه الجهاز الفني مع اللاعبين خلال المحاضرات وخلال الاجتماعات ما بينهم وما بين بعض، وده اللي اكيد بنتمناه ان شاء الله النادي الاهلي يؤدي اداء جيد في المباراه المقبله وتكون في نتيجه ايجابيه مهمه، والاهم طبعا ان احنا ان شاء الله نحرز هدف عشان يكون في اريحيه ان شاء الله في مباراه العوده، ومن خلالها يقدر النادي الاهلي يتاهل للدور النهائي من هذه البطوله. كابتن شادي هسالك سؤال شخصي، انت وشك مجهد، انت كنت نزلت التدريب معاهم النهارده ولا ايه؟ لا ما نزلتش، لا كان نفسي انزل بصراحه، يعني كان نفسي انزل التدريب، اكيد ده شيء وشرف كبير جدا الواحد مرن في تدريبات النادي الاهلي. طبعا اكيد نتمنى لكل اللعيبه كابتن شادي، هم عندهم اصرار وحافز كبير جدا في التدريبات، خليني اقول لك الواحد لما بيتفرج عليهم وهم بيتمرنوا بيبقى نفسه ينزل يباصي كوره، يشوط كوره، الكلام من ده، لكن طبعا اكيد هم بنتمنى لهم التوفيق خلال هذه المباراه، بنتمنى لهم ان شاء الله ان هم يؤدوا اداء جيد يا كابتن شادي، خصوصا ان في اصرار كبير جدا عندهم ان شاء الله ان هم يحققوا البطوله دي، وخصوصا ان هي غايبه بقالها 4 سنين بالتحديد عن النادي الاهلي، عايزين نرجعها للدولاب بقى ان شاء الله عندنا في النادي. يا رب. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على المجهود المبذول انت وكل زمايلك الموجودين في تونس، لان الطبيعي احنا بقى بنظهر على الشاشه، ولكن في فريق عمل محترم موجود بيشوف شغله عشان نقدم لحضراتكم خدمة 5 نجوم أو 7 نجوم لكل جماهيرنا العظيمة، ودعاكم
جماهير الاهلي بتنتفض في وقت الصعب وكلها بتقول يا رب، وربنا بيستجيب زي ما شفنا في الكونفدراليه. فان شاء الله بدعاء كل الاهلاويه، بالدوافع اللي اتخلق اللاعبين اللي انا قلت عنها من شويه، اللعيبه كلها رجاله، اللي يلعب قد المسؤوليه ان شاء الله، وان شاء الله كمان مره تانية يسعدونا ويسعدوا كل الاهلاويه. عايز اتكلم عن الجماهير ومباراه العوده، لان في اخبار كتير جدا والجماهير عاوزه تعرف هل حضور جماهيري 15 20، كل ده هنعرفه. لكن خلونا نشوف الاول تقرير عن حكم المباراه، السي في بتاعه، شخصيته، كل الكلام ده. نروح نشوف تقرير عن حكم المباراه ونرجع نكلم حضراتكم في قصه الجمهور وعددهم هيبقوا قد ايه. الجابوني إريك أوتوغو كاستان حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب سوسة في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. هو من مواليد 13 إبريل 1976، كان له تاريخ ليس بالطويل، فقد أصبح حكما دوليا منذ يناير 2011، ثم أصبح واحد من حكام النخبة الأفريقية في نوفمبر من نفس العام، كما أصبح من ضمن الحكام الأفريقيين المرشحين بقوة للتحكيم في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018. يمتاز الحكم الجابوني صاحب 40 عاما بالشخصية القوية، وفي بعض الأحيان يتسم بالعصبية، ويظهر ذلك على وجهه صاحب القسمات الحادة، بالرغم من خفة الظل التي يتميز بها خارج المستطيل الأخضر. كما يميل إلى إشهار البطاقات الصفراء بكثرة، حيث أشهر إلى الآن في مجموع مبارياته 190 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء. لا يحتسب ضربات الجزاء بسهولة، حيث وصل عدد ركلات الترجيح التي احتسبها إلى الآن 19 ركلة فقط. أدار الحكم الجابوني 4 مباريات للنادي الأهلي، فاز المارد الأحمر في 3 لقاءات وخسر مرة واحدة، حيث كانت البداية في عام 2013 في المباراة التي جمعت الأهلي مع توسكر الكيني في إياب دور 32 في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين. ثم كانت المباراة الثانية في عام 2014 في الكونفدرالية الأفريقية بين الأهلي والدفاع المغربي، وفاز الأهلي وقتها بهدف نظيف. أما المباراة الثالثة فهي المباراة الوحيدة التي خسر فيها الأهلي تحت قيادة الحكم الجابوني، والتي كانت أمام سيوي سبورت الإيفواري في نهائي الكونفدرالية عام 2014، وخسر حينها الأهلي بهدفين مقابل هدف، التي أقيمت في ساحل العاج، قبل أن يتوج الأهلي باللقب في القاهرة بهدف قاتل لعماد متعب. وفي المباراة الرابعة والأخيرة جمعت الأهلي مع المغرب التطواني المغربي في دوري أبطال أفريقيا عام 2015، فاز الأهلي بهدف دون رد. ده كان تقرير عن حكم المباراة، وزي ما قلت لحضراتكم مش هنقف عند ده كتير، لأن الأداء اللي فيه رجولة وفي جدعنه بلغه رجل الشارع البسيط ما بيخلكش تفكر في الكلام ده. نعمل اللي علينا احنا وملناش دعوه بالحكم، عنده سي في محترم والحكم اكيد عاوز ينجح، واحنا بنقول في اخطاء بشريه، ولما بيبقى في حاجه فيها زياده كلنا شايفين وكلنا عارفين، ما بتحتاجش لخبير تحكيم. كمان من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم عشان الكل يبقى عارف، دايما حضراتكم بتسالوا الاستاد، الماتش في استاد القاهره ولا في برج العرب؟ ناس كتير كاتبه الاحتمال يبقى في استاد القاهره واللغط اللي بيحصل قبلها بكتير، كمان بيتقال مش عارف حضور جماهيري قد ايه. كل ده خلونا نعرفه من سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء برحب بحضرتك. كابتن شادي ازي حضرتك؟ وحشني كتير، ما بتسالش عليا بقالك وقت طويل، بقالي نص ساعه. سياده اللواء، هل بالفعل النادي الاهلي خاطب الامن وفي موافقه امنيه على 60,000، ولا الكلام ده مش موجود؟ لا احنا خاطبنا بس ما جالناش موافقه لسه. يعني في انتظار الموافقه.
ويعني اعتقد ان هيبقى يعني ربنا يكرم ان شاء الله يبقى في موافقه على العدد يعني ان شاء الله، لانه طبعا حضرتك عارف يعني ده سيمي فاينال، ده ماتش مهم بغض النظر عن ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا يوم الاحد باذن الله. برضه هتفضل نتيجه الماتش الثاني، لانه يعني خلاص اصبح دلوقتي في افريقيا الماتش الاولاني ما هوش معيار ان دي نهايه يعني او دي النتيجه النهائيه يعني. فقطعا هنحتاج جمهورنا، وبعدين زي ما قلت يعني قبل كده يعني الجمهور اثبت يعني الحقيقه ان هو يعني يستحق زياده العدد بعد التمرين اللي كان في استاد التتش، بعد المباراه الاخيره في بتاعه الترجي بتاعه 2-2 في برج العرب. الالتزام التام، ما حصلش اي تجاوز في اي اتجاه لا في الدخول ولا اثناء المباراه ولا بعد المباراه. فاعتقد انه الناس يعني اثبتوا منتهى الجداره للحضور، يعني ما فيش ما يمنع بقى ان احنا نزود العدد يعني. تمام، خليني قبل ما اعرف خلاص حضرتك، يبقى عشان نبقى متفقين، انتوا خطبتوا الامن وده المفروض المباراه قبل النهائي، العدد بيبقى كتير حسب اللوائح كمان اعتقد، الكلام ده مظبوط كده؟ لا، اللوائح هو جمهور بس يعني مش متحدد فيها عدد، لكن نتكلم على جمهورنا، نتكلم ان احنا محتاجين الجمهور يعني محتاجين الجمهور وبشده يعني. يعني حضرتك شفت تاثير الجمهور في مباراة الترجي في تونس، تأثيره من قبلها باربع ايام فضل ممتد مع لعيبتنا لغاية المباراة. السيد اللواء، خليني اكلمك بمنتهى الصراحة، وانا يعني هكون فتان شويتين في الكواليس في الكلام. انا اتكلمت مع حضرتك وكنت سعيد جدا جدا بتواجد الجماهير النادي الاهلي، وكنت مبسوط من الجماهير كانت موجودة حاضرة بتساند بتقف جنب فرقتها بتقول افريقيا يا اهلي. زينا كلنا كنا فرحانين، بس انت بالاخص خصوصا اللي كان في كلام كتير في الكواليس قبل كده، النادي الاهلي مش عايز يفتح لجماهيره والكلام ده كله، السعاده جت من اللي انا بقوله ده سياده اللواء؟ طبعا طبعا يعني، وخاصه انه يعني بقول لحضرتك ان الموضوع كنا عاملين له يعني خطه امنيه الصبح، عاملين له استعدادات خاصه يعني، بامانه ما احتاجش مننا مجهود خالص داخل ادارات النادي يعني. احنا ما بذلناش مجهود، الناس هي نفسها اللي نظمت نفسها والتزمت تماما. فطبعا كنت سعيد جدا ان الجمهور يساعدك، الامن طبعا ساعد جدا بره يعني، كان في تنسيق بيننا وبين الامن، وممكن التنسيق ده كله يبوظ لو الجمهور بتاعنا دخل ما التزمش بالتعليمات، لكن هم اصلا يعني التزموا باكثر من التعليمات اللي احنا طالبينها واللي احنا متفقين عليها، ومن غير ما نقولها لهم اما اول ما وصلوا والله يخش مجموعات حاضر بس في طابور عشان برضه ما يبقاش في شماريخ، ما يبقاش في كذا حاضر يعني. يعني طبعا كانت يعني انت شفت كان واحد سعيد زي يوميها، وخاصه انه يعني برضه ما في زي ما الناس كتير او الغالبيه العظمى بتبقى سعيده لنجاحك، لكن برضه في ناس بتبقى مستنيه انه حاجه تقع منك يعني. اكيد طبعا، اكيد طبعا. سياده اللواء، كلام استاد القاهره ولا برج العرب؟ اعتقد برج العرب يعني صعب استاد القاهره. لا يا فندم، برج العرب، واحنا اخترنا الاتحاد الافريقي موعد المباراه نهاية يوم 22 الساعه 7 مساء ان شاء الله، واخترنا اتحاد الكوره، احنا ما اتكلمناش في استاد القاهره خالص يعني، هذا الموضوع ده من صار يعني. طبعا نتمنى، بس اقصد يعني لا هو يعني نتمنى ان شاء الله لو وصلنا النهائي يبقى ربنا يكرمنا يبقى استاد القاهره ان شاء الله يعني. مين رئيس البعثه اللي مسافر هيسافر للفريق، المهندس محمود طاهر ولا حد تاني؟ لا، الباشمهندس مسافر ان شاء الله صباح الجمعه باذن الله. سيادة اللواء، حضرتك حابب تضيف أي حاجة، عايز تضيف أي معلومة لجماهير النادي الأهلي، عايز تقول أي حاجة اتفضل. لا والله حضرتك، أنا بس الجمهور بنشده طبعا، وهو مش محتاج خلاص مناشدة، واضح إن الوعي وصل لأقصى درجاته عند جمهورنا الحقيقة. وبرضه أنا ما كنتش موجود في تونس، لكن الناس كلها حكت إنه الولاد هناك يعني كانوا برضه بالعدد الضعيف رغم المكان السيء اللي هم اتحطوا فيه، مكانهم في المدرج، لكن صوتهم كان واصل، صوتهم كان غالب على الالافات اللي كانت موجوده لتشجيع الترجي. فانا مش محتاج اناشدهم في الالتزام، لان هم خلاص هم الناس يعني واضح انهم يعني وصلوا لدرجه وعي الحمد لله، هتفيد النادي الاهلي بعد كده وهتفيد حضورهم في المدرجات. في نفس الوقت اعتقد انه ده الوقت بتاع كل اولاد النادي، سواء الجمهور اللي من خارج اعضاء الجمعيه العموميه او الجمعيه العموميه للنادي، كله بقى يقف ورا الفريق، وكله يعني اتمنى فوز الفريق ان شاء الله، وده سمه النادي الاهلي طول عمرهم يعني. سيادة اللواء، اسمح لي اورطك على الهواء؟ ورطني، انت عارف انا ما بتورطش والله. لا بس هورطك. مباراة
مباراه البرنامج بتاعنا اسمه الكره والجماهير، ومباراه ثانيه زي ما حضرتك قلت يبقى في عدد كبير ان شاء الله يتوافق عليها من الامن، خصوصا كمان المنتخب الوطني هيلعب وفي عدد كبير، فبالتالي الاهلي بيلعب باسم مصر، وان شاء الله الامور دي كلها من الحوار والموافقات الامنيه، وجماهير الاهلي دايما في الاوقات الاخيره بتقدم الانضباط والالتزام. يعني هنورطك بقى على الهواء وهتدينا كام تذكره كده نعملهم لجماهير الاهلي من خلال البرنامج. انا موافق، وشوف العدد اللي انت عايزه، انا بعلن اهو، انا ما حددلكش عدد ولا حاجه. شوف العدد اللي حضرتك عايزه واعلن عنه وانا موافق عليه ولجماهير الاهلي. سجلوا يا جماعه، فريق العمل يسجل بسرعه. اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي هيدينا 100 تذكره او 150 تذكره. هي دي التوريطه بقى. لا احنا النادي الاهلي كله يعني تحت امر جمهوره يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا ست لواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، راجل متعاون، راجل محترم، وهو قلنا دايما في معلومات بتقال خاطئه محدش يصدقها وما تمشيش وراها. اكيد النادي الاهلي عصب او عمود الفقري جمهوره. ان شاء الله كمان يتفتح التتش، انا بقول هضم صوتي لصوتكم اول ما الفريق يرجع تحت اي نتيجه واي ظرف، افتح تاني وخلي جماهيرك تساند تاني، وسمعني افريقيا يا اهلي ومسانده الفريق ودعمه، الكلام ده مهم، وكلام دايما جمهور الاهلي سند، اوعوا حد يقول لكم غير كده، اوعوا حد يقول لكم كلام غير كده. اللي يعتمد على جمهور النادي الاهلي يكسب، والوجود التواجد الجماهيري ده يكسب، عمره ما يخسر ابدا. جمهور الاهلي جمهور عظيم، جمهور نتشرف كلنا اللي لعبنا مش تحت قياده مدربين فقط، تحت قياده هذه الجماهير المحترمه الوفيه اللي هدفها الاهلي. فان شاء الله لما الفريق يرجع هنتكلم هنا وهنعبر عن صوتكم، ويتفتح التتش تاني، وروح وساند وقول افريقيا يا اهلي لكل اللعيبه، واعمل لهم دعم واعمل لهم مسانده، وقول لهم في مسؤوليه فانيله النادي الاهلي. ده كان كلام مهم جدا جدا جدا. عايز اتكلم في موضوع مهم، اتكلمنا اطمنا على الفريق، ان شاء الله اللعيبه المصابه تبقى موجوده، سياده اللواء نفى تماما، لسه الاعداد ما تحددتش، كل حاجه تخص فرقه الكوره ان شاء الله، ناقص التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، واحنا مؤمنين بده، بالاخلاص، بالجهد، بالعرق، باحترام جماهيرك، باحترام فانيله جماهيرك، مسؤوليه فانيله النادي الاهلي، ان شاء الله ربنا هيوفقنا، مفيش حد بيتعب وربنا ما يدهوش ابدا صدقوني، والنوايا الخالصه دايما ربنا بتلاقي الامور بتمشي، بمسانده اكيد كمان جماهيرنا ودعائها ان شاء الله لربنا يوفق لنا، لان بطوله مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. عايز اتكلم عن موضوع مهم كمان اخر زي كل حلقه، بنفجر قضايا مهمة في الوقت الصعب اللي بتدار فيه الرياضة المصرية، بنشوف عشوائية، وبنشوف دولة بتبني نفسها في مشاريع ضخمة ومشاريع مهمة، وللأسف لسه الرياضة ما اتحركتش، هي دي الحقيقة. عايزين الدولة تهتم بالرياضة، عايزين الدولة مش 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 الرياضة مراكز الشباب، بالقانون، لما يبقى في قانون الجميع يلتزم بيه، وقانون ما يتعارضش مع الدستور، ولوائح استرشاديه ولوائح المهلبيه اللي هي معموله دي، واللي انت ضد الميثاق الاولمبي اساسا اللي بيحصل، الناس كلها قالت كده، اي حد يقول لكم غير كده عنده مصلحه. وانا هكون صريح في البدايه قبل ما اعرض لحضراتكم حاجات مهمه، لان هتتفاجئوا النهارده كل يوم في قنبله جديده. الحق حق، قناة الأهلي لا تباع ولا تشترى، ولا بإعلان ولا بإعلانين ولا بتلاتة، ولا الأفراد اللي شغالين فيها، كلهم الضمير والحق اللي بيحكمهم. ولما تدخل صراع مع النادي الأهلي ويكون عنده حق فيه، عليك اللي انت تتحمل الكلام اللي هيتقال هنا وعند غيرنا اللي عندهم كلمة الحق. واحدة من أهم الحلقات مع المستشار خالد زين امبارح، بشكر كل الناس على ردود الفعل وكل المواقع اللي كتبت وقالت كلمة الحق وكل الصحف اللي كتبت كلمة الحق، لأن إيد لوحدها ما تسقفش. ردود فعل واسعة، والراجل قال لك مش هنزل على أي مناصب عشان ما يقولكش ده ليه مصلحة وعايز يمشي وعايز عليه مؤامرة. نفس الكلام
او الفيلم الهابط اللي احنا بنشوفه. هتقولوا لي عايز تقول ايه؟ عايزكم تتابعوني وتتابعوا الكلام على قناتكم، هتشوفوا عليها كلمه الحق دايما. اتكلمنا على اللوائح والاهلي عنده حق بشهاده الجميع، وقال لك ده عشان ليه مصلحه وليه ما قالوش من زمان. ما هي الدنيا كده، الدنيا كده. في البعض لما بيقع في مشكله خلاص بيضرب كرسي في الكلوب، وفي البعض ما عندهوش هدف ولا مصلحه. فالكوكتيل اللي جانا من اللجنه الاولمبيه هو العدد الاغلب منه اللي قال كلمه الحق ملوش مصلحه. في منهم ناس ما دخلتش انتخابات، وفي ناس من قبل ما تدخل انتخابات. لكن عايزين تقول للراي العام الناس دي اتكلمت، طب هم اتكلموا. طب واللي ساكت ساكت ليه؟ عشان كده تعظيم سلام للي اتكلم وقال كلمه الحق. تساند مين؟ بتساند موقف الاهلي العظيم. ما بتساندش افراد، بتساند موقف النادي الاهلي. فلما ساند موقف النادي الاهلي في ناس زعلانه، في ناس غضبانه، وابتدى يوجهونا لجزئيه تانية اللي دول بتوع مصالح. الله، هو مجرد ما قال ده صح نموت الناس ونقتلهم؟ طيب اللي انا هعرضه النهارده مش هيختلف ايضا عليه اتنين يا جماهير الاهلي يا محترمه، يا اعضاء الجمعيه العموميه يا محترمين. انا هنا بخاطب الشارع الاهلاوي بكل انتماءاته من اصغر واحد لاكبر واحد. مستشار خالد زين قال كلام خطير، وهو الراجل قال لك انا رحت قعدت مع جهات سياديه في الدوله وعرضت الكلام اللي فيه مؤامره، وللاسف بننفذها واحنا مش عارفين. هتقولوا لي في نظريه مؤامره؟ اه طبعا بيبقى احيانا فيه، لما طالما في 400 مليون دولار للجنة الأولمبية بتطلع تعرف على طول اللي فيه فساد، فلوس يبقى فساد. ومش في مصر بس، في كل حتة. فعلينا ان احنا نحارب ده، واللي هعرضه لازم مؤسسات الدولة تشوفه. حضراتكم بتدعموا الشباب وبتقولوا الشباب ياخد فرصة، وقلتوا 2017 و2018 الشباب، وفي مؤتمرات للكلام ده كله. أنا معاكم، بعيدا اللي انا كابتن سابق للنادي الاهلي، وبعيد اللي احنا بنقدم برامج، لان كل حاجه في حاجه اسمها حق وشرف وضمير، وملناش مصلحه. لكن دورنا نعرض لمؤسسات الدوله. خلي بالكم بنمسك ناس وفي اماكن مهمه في الدوله، احنا متابعين برنامجنا ولا دين ولا سياسه، لكن بنشوف دولتنا بتتحرك ازاي. بنشوف في شهر فات بس مؤسسات الدولة المحترمة بتمسك كمية فساد قد إيه؟ هو الرياضة هنروح له إمتى؟ سابين الرياضة لإمتى؟ الرياضة دي فيها ملايين بتتحرك. الرياضة دي فيها ملايين. في ناس منتفعين وعملوا فلوس وأرقام بدون وجه حق، صدقوني. طيب، إيه اللي أنا المقصود بكلامي النهاردة؟ المقصود بكلامي في حاجة اسمها تضارب مصالح. يعني حتى على مستوى العالم واللجان الاولمبيه بره، او اللجنه الاولمبيه في حاجه اسمها الميثاق الاولمبي بيمنع الكلام ده، بيمنع يبقى في النهارده شراكه ما بين رئيس اتحاد او رئيس لجنه اولمبيه في مصر او مع رئيس اتحاد لعبه معينه، او يكون عضو لجنه، لان بالتالي هنا المصلحه هتبقى عايزه ينجح عشان نعمل فلوس مع بعض، وعشان نكبر مع بعض، واحنا مع بعض بندفي بعض، واحنا مع بعض بندفي بعض. هتقولوا لي عايز تقول ايه اكتر؟ اكتر عايز اقول للناس اللي هتشوف الكلام اللي انا هعرضه دلوقتي ساكته ليه، وهي عارفه بقالها سنين، عشان تعرفوا الرياضه في مصر بتدار ازاي، وعشان تعرفوا المسؤولين بيتسرعوا على المناصب ليه، والقتال على المناصب ليه. هتعرفوا دلوقتي. هي حاجات بتيجي من عند ربنا، طول ما في ضمير وفي كلمه حق ربنا بيبعت لك، ربنا بيبعت كل يوم حاجه، عشان دوله الظلم مش هتستمر. دوله الظلم مش هتستمر، هيستمر الحق والعدل. ولو اخدت مره بدون وجه حق التانيه هتخش المفرمه، وهو ده عدل ربنا. فمش هنيجي النهارده المؤسسه الجميله اللي بننتمي لها النادي الاهلي
اللي بتشتغل شغل محترم في النور، في النور كله في النور، اقف ضدها والامور تمشي عادي، ونسكت ونقاتل ونكذب وننافق، مش هنعمل كده. نقلا عن موقع الفريق، هعرض لحضراتكم صور وعقود يا جماعة، شوفوا يا جماعة الدنيا فيها ايه. ده نقلا عن موقع الفريق. انا بشكر كل الناس اللي شغالة هناك، وندي الناس حقها، اللي بناخد منه حاجة نقول له لا اتفضل. واحنا بنتابع كده فينا موقع كتير، بس الناس دي نزلت من بدري فبنديهم حقهم. ايه الورق اللي قدامكم ده؟ ده المفروض اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية، المفروض اسمه في العقد اللي موجود قدامكم. خلي الصورة قدام حضراتكم وطلع المستندات، بس ما تشليش، ارجع لي اعرض الصور وارجع لي للصورة الأصلية. هشام محمد توفيق حطب، شراكة مع ياسر محمد إبراهيم إدريس، شركة اسمها ستارز سبورت لإدارة المنشآت الرياضية والدعاية والإعلان، مقر الشركة في الهوارية العمرية الأسكندرية. ده مش تضارب مصالح؟ أنا مش مصدق اللي على الشاشة ده، ما ينفعش يبقى موجود في الرياضة المصرية، ده تضارب مصالح. فبالتالي رئيس اللجنة الأولمبية الراجل هيدخل الانتخابات، هيبقى عايز ينجحه، لأن هنا في شركة لازم تكبر، ولازم نحضن مع بعض، ولازم ندفي بعض. أنا عايز حد يطلع يرد عليا على الكلام ده. افتح يا، حاولوا تجيبوا المهندس هشام حاتم. لا هو مش مهندس بالمستندات، أنا آسف، أنا آسف. الكلام اللي اتقال في الحلقة امبارح أنا همشي وراه لأنه مستند ومختوم. وعايز ياسر الأستاذ ياسر محمد إبراهيم إدريس رئيس اتحاد السباحة يدخل معانا، ده في انتخابات الجمعة والتربيطات شغالة. ويا عيني موتوا عمرو السعيد في نادي السيد، واتهامات تمس الشرف، قضية ملهاش علاقة تخص لوحة، عشان قال مش حدي فلان الفلاني في السباحة، الناس اشتغلت وسقطوا مش عارف مين ومين ومين ومين. حد يرد على المستند اللي على الشاشة. عارفين في تخوف من ايه؟ كل اللي عمل انتخابات في الاتحادات مهددة بالبطلان على مسؤوليتي الشخصية. الدولة لازم تاخد بالها يا جماعة، على مسؤوليتي الشخصية مهددة بالبطلان، لأن أساسا القانون فيه عوار. سيادة الوزير فين من الكلام ده؟ سيادة الوزير فين؟ ده مستند خطير. مرة تانية نقلا عن موقع الفريق، ده مش تضارب مصالح، لكن استرشادية ومهلبية ضد الأهلي ده عادي، وتستخدموا الإعلاميين بتوعكم ده عادي، وما تبعتوش فاكس واحد للنادي الأهلي، باطل 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 من قبل ما تبتدي، من قبل ما تبتدي. لكن في وعي عند أعضاء النادي الأهلي وراح 15,000، شككتوا في نزاهتهم، شككتوا في قضائنا، شككتوا في كل حاجة. لو انتوا الأهلي لن يخضع لأي حد بيشتغل غلط، لن يخضع. وفي الكواليس قلت لكم في موضوع هيجي يوم وهنقوله، القعدات اللي اتعملت داخل خارج مع ناس من مؤسسات الدولة كانوا عايزين النادي الأهلي مطلوب منه يعمل ايه. والمعلومة دي انا عارفها كويس جدا من جهة سيادية وحد اتكلم معايا فيها. انا معايا مستندات عن خيول وعن قرارات بمنع من السفر وعن امور كتير. ده دور الاعلام يبين الحقيقة للناس. واوعى تفكر ان المؤسسة الكبيرة اللي هي اقول ايه، الماظة واستفضة، فضة ايه ده، الفضة حاجة كويسة، واستفساد، الالماظة دي تمسها، الالماظة دي محدش يعرف يمسها. الالماظة هي مين؟ النادي الاهلي. بتنجح وبتشتغل وتعمل عقود وتعمل ارقام وبتشرف مصر في كل الالعاب، وبتفتح لك ملاعبها ببلاش، 110 سنة بطولات وإنجازات. جاي
بتنحني امام مسؤولين وانت المفروض يبقى عندك شخصيه قويه زي ما قال المستشار خالد زين، بتنحني قدام الناس، المفروض تبقى في شخصيه قويه، وبتفرد دراعاتكم على النادي الاهلي. نفسي حد يرد على العقد ده، تضارب مصالح. الكلام ده لو وصل مع اللجان الاولمبيه بره بالفزاعه اللي هي كدب زمان المستشار خالد زين، هتبقى كارثه، هتبقى كارثه صدقوني. الكلام ده ضد الميثاق الاولمبي، الميثاق الاولمبي ما فيهوش الكلام ده. ما ينفعش رئيس لجنه يعمل شركه مع اي رئيس اتحاد لعبه، ما ينفعش الا عندنا هنا. فعندي جمله لازم اقولها، حصل مشكله في اتحاد السباحه، هتحاسب شريكك ازاي؟ هتحاسبه ازاي؟ مش عارف. عايز اقول جمله هي اسقاط وجمله لطيفه ممكن حضراتكم تضحكوا، لكن في معناها الحقيقي، في معناها الحقيقي او في باطنها زي ما بيقولوا، بتخلص كل حاجه. محدش يكلمني عن طنط حياديه، ولا حد يكلمني عن خالته شفافيه، ولا الكوارث اللي بتحصل في اللجنه الاولمبيه. اللي بيحصل ده حاجه ما بتحصلش والله غير في عندنا هنا. مسؤولين لازم ياخدوا بالهم، الرياضه مش مراكز شباب فقط، الرياضه الانديه الكبيره اللي عندها شعبيه لازم تقف جنبها وتساندها، ويبقى في حلول سياسيه وبالراحه ونتكلم مع بعض، ويبقى في مائده حوار، انا اسف، ويبقى في مائده حوار نقعد نتكلم مع بعض. ده مهم جدا جدا جدا. ولازم اللي يقعد في منصب يبقى لابس بدله كده ولايقه عليه، ولايقه عليه، ويبقى فاهم بيقول ايه، محدش يملى عليه. وعايزين تعرفوا ايضا الرياضه بتدار في مصر ازاي، هديه مني لحضراتكم. شوفوا المؤتمر ده اللي بيحصل فيه ونرجع تاني. الأخير والأول، دي طبيعة اللعبة موجودة، طبيعة اللعبة حضرتك معروفة، حضرتك احنا عارفين طبيعة اللعبة، وعارفين الناس اللي اتأهلت، اللي بحصان واحد اتأهل من التصنيف العالمي، طلع الثالث على العالم، أنا آسف الرابع على العالم، حضرتك قول لي ساعتها اللي يطلع رابع على العالم، كان فروسية أو غير فروسية، ناخده أو ما ناخدوش، احنا شايفين إن احنا ناخده، أو إن أنا رديت على حضرتك. ما تفتحش التعقيد، ما فيش تعقيد، ما فيش تعقيد، بنتكلم كوطنيين. أنا بقول لحضرتك، أنا هتكلم في النقطة دي خلاص. السيد رئيس اللجنه الاولمبيه ما زلت بقول، ما تخليش تعقيب. لكن كان يجب ان يكون هناك تخطيط ليس بالعدد. كل ده من وجهه نظرك يا فندم. حضرتك التخطيط كان موجود، حضرتك لو شايف وجهه نظر حضرتك ان ما كانش موجود، نحن نحترمها. نقدر حضرتك يعني نحترمها. انا حزين والله. عارفين بتفكرني بايه؟ انتوا عارفين، انا مش هقول. وجهة نظر، قول له دي وجهة نظرك، مفيش تعقيد. طب ما اقول لكم على حاجه، طب ما نعمل حاجه جديده، اللي يمسك الوزاره والشباب والرياضه يبقى رئيس اللجنه الاولمبيه، ونخلص، عشان لما نيجي نجتمع نجتمع مع شخص واحد. مش هتسمعوا الكلام ده غير هنا، ولا بندخل لجنه ولا ثقافية، ولا بندخل لجان، ولا بندخل أي حاجة، ولا بنعمل أي حاجة غير الضمير. وكل يوم حاسبت لكل أهلاوي، حاسبت لكل أهلاوي المختلف معانا قبل اللي بيأيدنا، إن الأهلي هو اللي صح، والأهلي اللي بيشتغل الألماظة الكبيرة في المجتمع الرياضي ده، اللي في سنتين أو ثلاث سنين الأخيرة بيتحرك في مليار جنيه ميزانية. مفيش حد بيجيب مليار جنيه إلا غير بالجهد، بالعرق، بالاجتهاد، في ظروف اقتصادية صعبة. هل في حد يعترض على الكلام اللي شفناه؟ ينفع؟ ينفع حد يعترض على اللي حضراتكم بتشوفوه؟ يبقى تعالى نحكي الحدوتة بسرعة. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، مرة تانية كان في لائحه استرشاديه الاهلي وقف فيها وقفه بطل، راح سنده 15,000 محترمين وغيرهم محترمين اللي ما راحوش، لان الكل ولاد النادي الاهلي. طلع علينا اهل الشر
قالوا لنا مقر ومقرين ويوم واحد وتاريخنا بيروح. قوم ايه؟ الاهلي يكمل في طريقه المحترم، لان القرارات دي اللي علمها لنا جدودنا واصولنا. لما الاهلي ياخد قرار قوي كلنا نسنده ما نضعفوش. لكن للاسف في ناس حاولت اللي تضعف الموضوع، وناس اشتغلت بالكتابه وبالتلفزيونات، اشتغلت عشان تدافع عن مصالحها، لان مع اسماعيل ليها مصلحه ومع ابراهيم ملهاش مصلحه. قوم ايه؟ يقول لك باطل 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 باطل، ومش عارفين اللي كلامهم هو اللي باطل. اكمل الحدوته؟ هكمل الحدوته. بيشتغل النادي الاهلي بمنتهى القوه من تاني، يحاربوه ويقللوا من قناته ويقللوا من ولاده ويقللوا من رموزه، وينسوا اللي فيه ماتش مهم كان للاهلي، ويكلمك على اللائحه الاسترشاديه، ويدخلونا في قصص وروايات. الحق الاهلي بيتقسم، الحق الاهلي في لائحته عايز يبيع النادي، عايز يبيع النادي. لكن نسي نقطه مهمه، ما هو النادي مش ملك اعضاء، والاعضاء هم اللي بيجيبوا الرئيس. ونسيوا اللي في ناس مش اعضاء بالملايين، مفيش مخلوق يقدر يعمل كده ايا كان اسمه مين. من 1907 ل 2018 اللي جايه على مسؤوليتي، في جماهير بتعشق الاهلي اكتر من اي حاجه، هي دي الحقيقه. اكمل الحدوته؟ اكمل الحدوته. خلصنا من الماتش، رجعنا تاني هتنفذوا اللائحه الاسترشاديه او اللائحه المهلبيه كانها امر، مع ان اللوائح والقانون الكل قال غلط. ويبتدي الناس تدافع وتقول في حدودتنا ان اعضاء اللجنه الاولمبيه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بيدافعوا عن مين في الحدوته؟ بيدافعوا عن الاهلي اللي موقفه صح. البعض اللي سيت في الانتخابات اه، لكن البعض ملوش مصلحه. يتهاجموا ويتشتموا، وازاي تقولوا كده؟ لا، بتضيعوا تراثنا وبتموتونا وبتحقدوا علينا ومش عايزين الاهلي ينجح ومش عاوزين. قوم ايه؟ النهايه، وخليكم فاكرين كلامي، الاهلي هينتصر. هينتصر عشان الاهلي بيمشي صح، عشان الاهلي دايما بينحاز لجمعيته العموميه، عشان الاهلي عنده جماهير وفيه محترمه ما بتقبلش غير بالصح. لما الاهلي ياخد قرار قوي، ودي نهايه الحدوته، لما الاهلي ياخد قرار قوي تقف تساند وتدعم موقف ناديك، ما تضعفهوش ما تضعفهوش. الحقيقه اهي قدام عينيكم، رئيس لجنه اولمبيه اسبق وسابق قالوا كده، وبيقول لك موقف ناديك محترم، اعضاء لجنه اولمبيه قالوا لكم كده، ودي نهايه الحدوته. لما الاهلي ياخد موقف، ما بقولكش شخص، ما بقولكش فلان، ما بقولكش اسمع علان، بقولك الاهلي، ما تضعفوش، اقف جنبه، اقف جنبه بطل، لان التاريخ بيبقى فيه لوحه شرف. ومش هقول التاني، اتشرف باللي انا بعرضه، اتشرف وفريق العمل المحترم اللي معايا ده هنتحط في لوحه الشرف. وفي يوم من الايام لما الاهلي يبقى فيه قضيه موجوده في الاتحاد الدولي، ويجي يقول الاتحاد الدولي اللي عمله ده تدخل سافر من اللجنه الاولمبيه، وده الميثاق الاولمبي بيقول كده، الميثاق الاولمبي بيقول كده، ممنوع حضراتكم تتدخلوا في شؤون الانديه. وكلمتونا مرة تانية عن طنط شفافية وطنط حيادية، ولا خالته حيادية، كلمتونا عن اللي أنا هقوله دلوقتي. عايزين نوسع قاعدة المشاركة، كأننا في الأربعينات، والله إذا كأنه بيان للناس. عايزين يبقى فيه ديمقراطية، عايزين الجمعيات العمومية نديها نعظم دورها، عايزين مش عارف إيه نسيب الناس تتحرر، مش عايزين الدولة تتدخل، عايزين الناس اللي يجي يبدع واللي يجي يجيب مشاريع ويعمل دخل. عاوزين الناس تحضر بنسبة كبيرة جدا، الأهلي عنده 160 يحضر ال 160. كفاكم بقى كذب على الناس. ومرة تانية أنا بكل إخلاص للدولة المحترمة اللي أنا عايش فيها، وكابن من أبناء هذا الوطن اللي بعشق ترابه،
اللي بعشق ترابه، وياما مع النادي الاهلي او من خلال منتخبه الوطني او النادي الاهلي العظيم اللي هو مؤسسة كبيرة زي مؤسسات الدولة العظيمة، المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة ومؤسسة الرئاسة ومؤسسة الاهلي المهمة اللي بتمد كل الالعاب. وكمواطن رفع علم بلده في محافل مهمة، وأوسمة الجمهورية موجودة معانا في تكريمات مهمة مع جيل محترم سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب. عايز أشوف تحقيق في الكلام ده كله من مؤسساتنا المحترمة، وتشوف الرياضة بتدار إزاي. يا جماعة بيتاخد منا مناصب مهمة، بيتاخد مننا مناصب مهمة، صدقوني. لازم كلام المستشار خالد زين امبارح، لازم حضراتكم الراجل ده تجيبوه وتشوفوا الدنيا ماشية ازاي. بيتاخد مننا حاجات مهمة جدا صدقوني. النادي الاهلي فيه تعنت واضح، هنرفق الكلام ده لحضراتكم. هنرفق اللجنة الاولمبية قالوا ايه، وهنرفق اعضاء قالوا ايه، وهنرفق كلام المستشار، وهنرفق الكلام ده. المصالح موجودة، ناس بتقاتل على الكراسي عشان مصالحها، وبعاد كل البعد اللي الرياضه تبقى صناعه. ده اتنين لعيبه احترفوا، ميزانيه الاهلي بقت قد كده عشان اتنين احترفوا، ودوري المحترفين مش عايزين يعملوه عشان نفس الكلام، وغيره وغيره وغيره. من ابن محب للوطن ده، استقيموا يرحمكم الله. بس ده اللي انا اقدر اقوله، وقلت دعوتي لكل الجهات السياديه، اتمنى تشوفوا الكلام ده او حد يكلمنا ونرفق الكلام ده لحضراتكم، لان بنخاف على البلد دي. ولو في خطا في النادي الاهلي هنقول، ولو في ورق غلط هنقول، بنقول لكم كده، بنوعدكم بده، هنقول نصلح لو في غلط جوه الاهلي هنقول. لكن موقف واضح وباين، نكذب ليه؟ وعندي معلومه كمان مهمه عشان اسبق الحدث من بدري قوي قبل ما تسمعوه. في تحركات من البعض، لأن النادي الأهلي هيقفوا في طريقه عشان يروح، لازم عشان ترسل حاجة بره ترجع للجنة الأولمبية اللي هي فيها إيه؟ الحكم وهو اللي هو القاضي والمفروض اللي بيحكم والخصم هشام حطب. الأهلي عشان فما ينفعش تتحرك إلا غير من اللي جاي الأولمبية، فأنا على علم اللي فيه أوريدي بالفعل ملفات بتتجهز وهتروح للجنة الأولمبية على المهزلة اللي إحنا شايفينها في المحكمة الدولية. و وزير الشباب والرياضة ساكت وبيقول حاجة واحدة، قول له وجهة نظرك، قول له ما تتكلمش، قول له مش عارف ايه، لكن خلونا نروح لنجومنا نكرمهم، نروح ل 100 سنة الاهلي نشوف فيها مين، ونرجع لحضرتك. تمضي الايام والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي، لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. ضم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عبر تاريخه العديد من اللاعبين الأفارقة، منهم من أثبت وجوده وخلد اسمه في ذاكرة الجمهور. وآخرين خرجوا من الباب الخلفي لقلعة الجزيرة، لكن يظل الأنجولي سيباستياو جيلبرتو في رأي عدد كبير من جمهور الأهلي هو أفضل لاعب أفريقي في تاريخ النادي، حيث لم يسبقه أي لاعب آخر في عدد البطولات والمباريات التي شارك فيها مع النادي. انضم جيلبرتو للأهلي عام 2001 في فترة الانتقالات الشتوية، ولم يتم وقتها عامه العشرون بعد قدومه من نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي برفقة زميله إيفيلينو.
وكلفت تلك الصفقة خزائن القلعة الحمراء مبلغ 8 ملايين جنيه آنذاك. قضى الفهدي الأنغولي 8 سنوات في صفوف القلعة الحمراء وشارك في أكثر من 280 مباراة واستطاع أن يسجل 6 أهداف وشارك مع الجيل الذهبي للأهلي في حصد كل البطولات، حيث حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات وبطولة الدوري 6 مرات والسوبر المصري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات، كما شارك في إنجاز الأهلي العالمي بالتتويج ببرونزية مونديال الأندية. كون الظهير الأيسر جيلبرتو والمهاجم فلافيو واحدا من أفضل الثنائيات في تاريخ كرة القدم المصرية، والجميع يتذكر عرضيات جيلبرتو ورأسيات فلافيو التي أهدت للأهلي الفوز في العديد من المباريات. وحقق هذا الثنائي أيضا العديد من البطولات للنادي، حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي في المباراة الفاصلة لدوري 2009 بهدف من عرضية جيلبرتو ورأسية فلافيو. وفي مباراة السوبر الأفريقي عام 2009 أحرز فلافيو 2 أيضا من صناعة الفهد جيلبرتو ذو القدم اليسرى السحرية. خلال أحد المباريات الودية الدولية ضمن استعدادات أنغولا لأمم أفريقيا 2006، تعرض اللاعب لإصابة بقطع في وتر أكيلس وغاب عن الملاعب لمدة 9 شهور، وتجددت إصابة اللاعب مرة أخرى بعد شهر من إتمام شفائه من الإصابة الأولى، ولكن هذه المرة مع الأهلي. وكلفت تلك الإصابة خزائن الأهلي ما يقرب من 200,000 دولار. جاء عام 2010 ليكون نهاية قصة جيلبرتو مع الأهلي وقصة 8 سنوات قضاها مع النادي محققا عددا كبيرا من البطولات، حيث كان الرحيل الرسمي بعد تعاقد الأهلي مع المهاجم اللبناني محمد غدار بالإضافة لفرانسيس وأمير سعيود ليكمل الأهلي عقد ثلاثي المحترفين. وقامت إدارة الأهلي بعقد حفل تكريم كبير للاعب ووجهت الشكر له على الفترة التي قضاها في النادي. في مارس 2014 عاد جيلبرتو إلى مصر مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع فريقه القديم بترو أتليتيكو لمواجهة الإسماعيلي، حيث تلقى جيلبرتو بجانب زميله فلافيو استقبالا حافلا من جماهير الأهلي بالورود في مطار القاهرة، ليبقى فارس الجبهة اليسرى خلال حقبة الجيل الذهبي للمارد الأحمر جيلبرتو حدوتة كروية من حواديت القلعة الحمراء التي لن تمحى من تاريخ الساحرة المستديرة. فرقة بتروح وبتيجي وبتمشي، البعض بيسيب علامة والبعض بيمشي كده ما نفتكرهوش. جيلبرتو واحد مننا، أهلاوي، تحس اللي هو متربي في قطاع الناشئين، حب، إخلاص، جدعنة، وفاء، بطولات، إنجازات. حتى النادي الأهلي على مستوى لما بيروح يلعب أي فرقة من أنجولا بتلاقيه واقف معاك، بيساندك، بيشوف طلباتك إيه. حاجة مشرفة، حاجة محترمة. عشان كده كان معانا في سنة أهلي النهاردة واحد من نجوم النادي الاهلي المخلصين وواحد مننا جيلبرتو. دلوقتي كمان هنروح لفقره رد الجميل، نشوف معانا مين، وبعدها نستقبل 2 من نجوم النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي ونجوم مصر كمان، الكابتن اسامه عرابي والكابتن ياسر ريان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر قناة الأهلي على وجودي معها. بالنسبة لبدايتي في كرة الطائرة كانت من خلال المدرسة. أنا كنت في مدرسة رهبان، وكان الرهبان دول مدرسين بيجونا من فرنسا. كل مدرس بيقعد عندنا حوالي 5 سنين، فكان كل فصل في المدرسة بيبقى عنده كرة فولي وكرة باسكت وكرة قدم، واحدة كرة قدم. كان المدرس بتاعنا فرنساوي دهوت بيحب يلعب كرة طائرة، فابتدينا نهتم بيها وابتدينا نلعب معاه، فابتدى من هنا حبي للكرة الطائرة، وانتقلنا من اللعب في المدرسة ان احنا بنبدأ نتمرن ونتدرب مع كابتن وسيم قطب وكابتن ميسر في نادي الجزيرة. الكلام ده كان عمرنا حوالي 14 سنة. ابتدينا نلعب لمدة سنة أو سنتين نتمرن. كان مدربي في الوقت ده هوت كان الدكتور سمير لطفي، ربنا يديله الصحة. لعبت معاه واتمرنت معاه تحت 16 سنة، وكنت في نفس السنة بتمرن معاه بعد الظهر وتاني يوم بلعب معاه في الدرجة الأولى. يعني اتصعدت من 16 سنة للدرجة الأولى، بيبقى مدربي بيلعب معايا في نفس الفرقة. وابتديت ألعب في 16 و18 وكان في 20 سنة، ووصلت للدرجة الأولى. وبعدين رشحت ان انا اخش المنتخب التاني، كان في زمان منتخب اول منتخب تاني ومنتخب تالت، فرشحت للمنتخب التاني. اختاروني المسؤولين في الاتحاد ان انا امثل مصر في المنتخب التاني، فبقيت يعني بقيت مش عارف اخد قرار اكمل فولي ولا اسافر اتفسح واقعد في فرنسا 3-4 شهور. كان ليا زميل اكبر مني كان صانع العاب نادي الجزيره الدكتور عماد سيد احمد. قعدت معاه وخدت رايه، قلت له دكتور عماد انا النهارده مترشح ان انا في المنتخب الثاني، وفي نفس الوقت انا قداني زي ما بسافر كل سنه ان انا ممكن اطلع فرنسا اتفسح 3 شهور، فانت ايه رايك اخد انهي قرار؟ فقال لي انا من رايي لو انت اتمرنت كويس وقعدت هيبقى لك دور في المنتخب. خدت قرار ان انا اقعد وما سافرش، قعدت ودخلت المنتخب وابتديت اتمرن. بعديها بسنتين اتصعدت للمنتخب الاول مع اللواء عبد الحميد الوكيل. مثلي الاعلى في الكره الطايره هو كابتن محمود فرج، فطلب مني قال لي يا محمد احنا النادي الاهلي طلب ان انت تيجي تقعد مع كابتن عاطف رزق. كان ساعتها اللواء عاطف رزق هو المسؤول عن الكره الطايره في النادي الاهلي، طلب ان تقعد معاه. بدون تفكير كان نفس الميعاد بتاع نادي الزمالك تقريبا هو نفس الميعاد النادي الاهلي، بدون تفكير جيت النادي الاهلي. بس بعد ما سالت كابتن محمود فرج سؤال، قلت له انت النهارده كابتن منتخب مصر كابتن النادي الاهلي احسن معد في مصر كلها وفي العالم العربي، هل انا لو جيت من نادي الجزيره للنادي الاهلي هيبقى لي مكان ان انا العب عليك وانت في الوضع ده؟ قال لي لو انت عندك القوه والاراده ان انت تلعب هتلعب. وفعلا جيت النادي الاهلي ومضيت بدون اي نقاش او تفاوض او اي شيء. كل ان انا جيت سلمت على الكابتن عاطف وسلمت على الكابتن محمود فرج كان موجود معاه، ومدرب الفريق كان ابراهيم فخر الدين، ومضيت وابتديت اتمرن مع الفرقه. من المواقف الصعبه جدا بالنسبه لي ان كان اول ماتش العبه اهلي وزمالك. طبعا ما كانش عندي رهبه من اهلي وزمالك لان كانت اول سنه اجي فيها النادي الاهلي. كنا بنلعب في نهائي الدوري العام في اسكندريه في صاله البلديه، وكنا خسرانين من نادي الزمالك 2-0 والشوط الثالث 13-9. فكابتن ابراهيم فخر الدين اخد ريسك، طلع كابتن محمود فرج ونزلني. الحمد لله ربنا وفقنا وخدنا الشوط ده 15-13 وغيرنا الماتش ل 3-2 للنادي الاهلي. دي كانت بدايتي وظهوري مع النادي الاهلي. طبعا اي بطوله بنفوز بيها بتدي سعاده للواحد، لان البطوله انت بتكسبها بعد مشقه وبعد تعب،
فده بتديك طعم للمكسب اللي انت تكسبه. والاداء كويس بتبقى انت راضي عن نفسك، لان انت بتبقى نايم بتحلم بالمباراه، بتحلم بالبطوله، بتحلم بالمواقف اللي هتقابلها في خلال البطوله. اما هقع في مشكله هحلها ازاي وانا بلعب؟ تفكيري هيبقى عامل ازاي؟ مين اللي هيقدر يسندني وانا بلعب؟ مين اللي هيقدر يخلص لي دي؟ مين اللي اقدر اعتمد عليه في الكور الصعبه؟ مين اللي يقدر يخلص لي نهايه الاشواط؟ كل الحاجات دي انت بتقعد تحسبها بينك وبين نفسك، كانك قاعد بتحفظ هتعمل ايه. اولا انا بحب اشكر النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي في النادي الاهلي وزملائي في الفتره اللي لعبت فيها في النادي الاهلي، لان الناس دي هي اللي عملت الكره الطايره في النادي الاهلي. النادي الاهلي له سمعه زي ما له سمعه في الكوره على مستوى افريقيا والدول العربيه، نفس السمعه دي ونفس المكانه للكره الطايره للنادي الاهلي سواء في افريقيا او في الدول العربيه كلها. النادي الاهلي بيخش اي مكان بيبقى له وضع خاص وبيشرف المكان اللي هو موجود فيه، بيخلي الناس كلها مرتبطه بيه. انت ما بتشوفش النادي الاهلي لما بيلعب في اي محافظه من المحافظات، في اي بلد، اي دوله عربيه، الجمهور بتاع النادي الاهلي ومشجعين النادي بيبقوا عاملين ازاي. انت بتلعب في اي مكان كانك في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي له عشاقه في كل مكان في الدنيا. دلوقتي بستقبل اثنين من نجوم النادي الاهلي، بس قبل ما استقبلهم العزاء واجب. في وفاه والده الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن شو عبد الشافي، البقاء لله وربنا يجعل مثواها الجنه وربنا يغفر لها ويرحمها. ومره ثانيه خليني اقول لحضراتكم العزاء بكره ان شاء الله هيبقى في التجمع الخامس، البقاء لله كابتن عبد العزيز وكابتن شو عبد الشافي. دلوقتي هنروح نتكلم شويه كوره مع اثنين من نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر، واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، بطولات، وفاء، اخلاص، جدعنه، عزيمه، قولوا اللي عايزين تقولوه. كابتن اسامه عرابي برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا شيخ. كمان واحد جناح الطائر، واحد من اسرع اللعيبه في مصر وهو بيلعب، سواء مع منتخبنا الوطني او سواء مع النادي الاهلي، بطولات حدث ولا حرج، كان مع جيل عظيم قدر يحقق انجازاته وبطولاته ويفرح اكيد جماهير النادي الاهلي. كابتن ياسر ريان برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن شادي وكابتن اسامه عرب. كابتن اسامه في البدايه انتوا اصحاب بيت، حابب تقول ايه في البدايه؟ اقول مبروك اولا العزاء واجب طبعا لوفاه المرحومه والد كابتن شوقي والكابتن زيزو وزوجة طبعا الكابتن مصطفى عبده برضو الله يرحمهم ويصبر اهاليهم. يعني بالنسبه للنادي الاهلي طبعا مبروك الفوز على الكبير على الترجي، معركه كانت صعبه جدا شرسه. طبعا انك تتعادل هنا 2-2 ثم الشوط الاول في تونس ينتهي 1-0 ويحصل هذا التحول الكبير في الشوط الثاني ونقدر نفوز بالمباراه هناك، فبقول مبروك طبعا ونتمنى ان شاء الله الانتصارات تتوالى وتستمر في اللقاء القادم ان شاء الله مع النجم الساحلي. كابتن ياسر هتقول ايه في البدايه؟ بنعزي طبعا الكابتن شوقي والكابتن زيزو في وفاه والدتهم، وبرده ايضا برده الكابتن مصطفى عبده وزوجته، والبقاء لله. النقطه الثانيه اللي بنتكلم عنها طبعا مبروك للنادي الاهلي، وانا قلت قبل كده كابتن شادي النادي الاهلي صعب يخسر مباراتين ورا بعض. ممكن انا كل مره لما بطلع بقولها، يعني ممكن تخسر بطوله ما تخسرش البطوله اللي بعدها، والدليل اللي انت في البطوله العربيه لما انت خسرت البطوله العربيه وهي ما كنا داخلين بها بشكل شرفي، بعدها على طول الحمد لله النادي الاهلي قدر يحرز كاس مصر. برضو لما احنا ماتش نتيجه الترجي كانت هنا بالنسبه لنا ما كانتش ايجابيه،
اعتقد ان الحمد لله كنت وبرضه طلعت وقلت صعب النادي الاهلي يطلع بالبطوله بسهوله، فعشان كده الحمد لله يعني الحمد لله النادي الاهلي عمل نتيجه كويسه، فقدر فعلا وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وقدر لعيبه النادي الاهلي في مواقف معينه هو بيظهر فيها المعدن اللي بيظهر في لعيبه النادي الاهلي، وده مش موقف جديد على التاريخ النادي الاهلي. خليني ابتدي في البدايه، هيبقى السؤال لحضراتكم انتوا الاثنين كابتن اسامه وكابتن ياسر، هل تتفق مع الرأي اللي مباراة النجم الساحلي أصعب من مباراة الترجي؟ لا، مش شايف إن هي أصعب. هي هتبقى صعبة مفيش شك في كده، لكن أصعب لا، لأنه مباراة الترجي أنت في البداية متعادل ماتش القاهرة 2-2 ورايح لابد إنك تكسب. احداث كمان اللي مرت بيها المباراه انك تبقى 1-0 الشوط الاولاني و2-2 في القاهره وسط الجماهير ديت وسط فرقه كبيره زي الترجي، موقف صعب جدا. لكن انت دلوقتي مع النجم الساحلي لسه في بدايه اول لقاء، اللقاء خارج ملعبك، يعني لسه في لقاء عوده في القاهره. كمان انا شفت مباراه الاهلي الليبي والنجم الساحلي، النجم الساحلي اقل فنيا من الترجي سواء على المستوى الفردي او على الجماعي، يعني لما تيجي تمسك خطوط الفرقه كلها الترجي اتقل. وحتى السنه اللي فاتت طبعا الترجي هو بطل الدوري، السنه دي كسبان 4 ماتشات ورا بعض، لكن المباراه مش هتبقى سهله برضو، شرسه جدا لاسباب كتيره، منها انت قابلت النجم الساحلي 11 لقاء متعادل منهم 7 مرات، انت كسبان 2 وهو كسبان 2 ومتعادلين 7 مرات، فده دي نسبه تعادلات كبيره يعني، وال يعني المستوى متقارب في النتائج، وان كنت انت تفوقت عليهم كبطولات، لكن الماتشات المواجهه مع بعض فيها يعني تقارب بالانس شويه في الـ في الـ في النتائج. المباراة انت لسه كسبان فرقة في تونس، فما فيش شك الحماس اللي هيبقى موجود في فرقة النجم هيبقى عالي جدا، انه فرقة لسه مغلوبة الاسبوع اللي فات على ملعبها الترجي، والترجي هو رقم 1 في تونس، فهيبقوا عاملين حسابهم اكتر. صح، يمكن الصعوبة هتيجي من هنا، لكن كمستوى فريق لا طبعا مواجهة النجم الساحلي من وجهة نظري اقل من كابتن ياسر. نفس السؤال، مباراة تتفق مع وجهة النظر ان مباراة النجم الساحلي هي اصعب مباراة الترجي؟ هو كابتن اسامة اتكلم في نقط فعلا كتير، يعني الاسباب اللي هي موجودة، لكن الفرق اللي هي فرق البطولة وخاصة في موقف عندهم في بلدهم موجود، اللي هو النادي الاهلي خرج الترجي، وده دليل قاطع اللي ما فيش حاجة اسمها بلعب على ملعبي وبره ملعبي. الفرق الكبيرة لا تعترف بالكلام ده، خاصة فرق، وخاصة احنا تعادلنا هنا مع الترجي، رحنا كسبنا الترجي. هو هيبقى فعلا كصعوبة فنية، لا احنا طبعا احنا فنيا اعلى، لكن ظروف المباراة واجواء المباراة وبرضو الحماس اللي هم فرقة النجم الساحلي هتبقى عاملاه وعاملين حسابهم اللي فيه مباراة تانية، كل ده برضو يخليك تقلق انت كنادي اهلي. مش نقلق، احنا الحمد لله واثقين في فرقتنا كويس قوي، بس تقلق. وهم في نفس الوقت هيبقوا برضو متحمسين جدا وخايفين للسيناريو ده يتكرر، زي ما اتكرر مع الترجي ممكن يتكرر مع النجم الساحلي. وكمان زي ما الكابتن اسامه عمل كده الاحصائيه بتاعتنا اللي احنا تعادلنا في 7 مباريات تعادل في 2 مكسب، فطبعا لكن انت تخلي بالك احسن حاجه انت تعملها النتيجه لما بتبقى خارج ملعبك ايجابيه ليك، بتريحك شويه نسبيا، غير ما انت بتروح زي ما احنا كده عكس المباراه اللي احنا لعبناها هنا في مصر. ترجي كلنا بالاجماع يعني كنا بنقول فوز النادي الاهلي، احنا عندنا ثقه في فرقتنا، بس على الورق كانت صعبه، لكن في ارض الواقع لا. لكن فرقه النجم الساحلي في ماتشات كده ما بعتبرها ماتشات فاصله، ماتشات ما ينفعش انا اقول فنيا هم اقل من الترجي، لا هم ممكن يكون اقل، لكن عندهم حاجات ممكن عندهم روح اكتر على فكره، عشان الواحد لعب في ملعبهم كمان صغير مش الملعب الكبير، يعني هتلاقي المساحات ضيقه، هتلاقيهم برضو هم عايزين برضو بقدر الامكان النتيجه بالنسبه لهم تبقى كويسه، عشان هو عارف المباراه اللي هنا في القاره بتبقى صعبه. هاخد من كلام الكابتن ياسر وهسال حضرتك، هو اتكلم في جزئيه مهمه جدا، وحضرتك مدير فني ومدير فني محترم كابتن اسامه، على جزئيه الملعب. زي بالظبط هنا في برج العرب واستاد اسكندريه، انت رادس زي استاد برج العرب، واستاد اسكندريه اضيق بيقدر يقفل معاك، ما بيدكش المساحات اللي كانت عندك في مباراه الترجي. ده هو ده اللي مساعد على النتائج اللي حضرتك قلتها؟
ممكن يكون سبب بس مش كل السبب. يعني ممكن يكون سبب لكن مش كل السبب. النجم الساحلي في فترة أو الفترات اللي قابل فيها النادي الأهلي كان أعلى عالي جدا صح. كان في أحسن حالاته، كان لعيبة مميزين قوي، حتى يمكن هو كان بلغة الكرة كان راكب شوية الترجي والإفريقي والصفاقسي في الفترة ديت، في الفترة اللي هي 2007 و2005 موجود في الجهاز الفني و2008 و2009 الفترة دي النجم الساحلي كان نجمه عالي جدا. الترجي ابتدى يعود لأنه في مجمل تاريخ الكرة التونسية الترجي هو رقم واحد يعني مع الإفريقي يعني واحد واثنين زي الأهلي والزمالك هنا. فممكن ضيق الملعب يبقى مؤثر في موضوع تضييق المساحات والكلام ده، ممكن حماس جماهيرهم يبقى مؤثر، ولكن انا بتكلم من الناحيه الفنيه من اللي انا شفته في لقاء الاهلي طرابلس ان هم اقل في حاجات، لكن ده لا يمنع ان ممكن تكون المباراه دي مش هي المؤشر الاساسي بتاعهم. ممكن جدا في مباراه الاهلي يعلو دوافع تزيد، يبقى في تركيز في نواحي معينه ما كانوش واخدين بالهم منها في مباراه الاهلي طرابلس. لكن نفس المشاكل اللي واجهت الترجي في ملعبه في ماتش الاهلي الاخير شفتها برضو معاهم في مباراه اهلي طرابلس. لما تيجي تشوف اخر تلت ساعه في مباراه الاهلي والترجي او اخر نص ساعه حصل انهيار كبير قوي في الناحيه البدنيه لفرقه الترجي، ودي مستغربه جدا يعني، لانه معروف ان الكره التونسيه عندهم معدين بدنيين كويسين، عندهم اجهزه فنيه عاليه، فرق بتلعب في البطولات الافريقيه بصوره كبيره. فاحنا شفنا هنا في مباراه الاهلي والترجي في القاهره في اخر نص ساعه حصل لخبطه في فرقه الترجي، وحتى كميات الجري وكده قلت كتير. نفس الشيء حصل في بدايه الشوط الثاني في مباراه العوده في تونس. ايضا في مباراه الاهلي طرابلس والنجم الساحلي اخر 20 25 دقيقه اهلي طرابلس كان هيقدر يسجل، يعني كان مغلوب 2-0 وكان ممكن بسهوله يتعادل. فرقه النجم برضو وقعت شويه، بيلعبوا بشكل مش بقول انه غريب، هو موجود في الكره العالميه، ولكن بيطلعوا على الاوفسايد بمسافات من بدري قوي، بتضربه سهل جدا. عايز اتدخل، انا اسف على المقاطعه. لما الترجي حاول يعمل مع النادي الاهلي هنا لولا حكم المباراه اللي هو كان غير موفق بالمره، ست انفرادات فبتعمل كده مع النادي الاهلي صعب، لانه بيعتمد على القادمون من الخلف فهيضربك بسهوله. مظبوط. فده حصل في مباراه اهلي طرابلس والنجم الساحلي، نفس الاسلوب في ال 20 دقيقه الاخيره، بيحاولوا من مسافات بعيده عن خط ال 18 بكتير، بيحاولوا يطلعوا عشان يكشفوا الاوفسايد بدون ترتيب حتى يعني، فضربوا كذا مره. ثانيا حصل برضو هبوط في المستوى البدني، انا مش فاهم له سبب. انا او شفت اللعبه اللي خليل شمام بيغطي فيها، قطع الكوره جاي شايطها وبعد كده وقف طلب التغيير. ما انا بقول لك حصل في الترجي وحصل في الاهلي والترجي الماتشين صح، وماتش الاهلي طرابلس والنجم الساحلي حصل برضو كده مع الاهلي طرابلس، وكان الاهلي طرابلس رغم انه مغلوب 2-0 كان ممكن جدا يتعادل. فانا شايف انه نقاط القوه والضعف في فرقه النجم يعني قصدي نقاط الضعف اكتر من الترجي، حصل القوه اقل شويه. هسال حضرتك في ده، بس هروح لنقطه جوهريه في كلام حضرتك. اسال الكابتن ياسر علي، لان هو كان متابع مباراه البطوله العربيه وفي تفصيله كده. لما نتكلم على فرقه الترجي، هي لعبت البطوله العربيه بالاساسيين، نهت الدوري، لعبت البطوله العربيه، راحوا المنتخب، رجعوا لعبوا في بطوله افريقيا. هو ده من وجهه نظري، على عكس النادي الاهلي شارك باثنين ثلاثة اربع لعيبه ورايح لعبته، هو ده كان وجهه نظر الكابتن حسام البدري من بدري. بص هقول لك حاجه، هو كان متخيل لما يلعب في البطوله العربيه ويلعب بالفرق الاساسيه، هو حسب خبرات المدير الفني مهما كان، ملاش دعوه بخبراته كسن، خبراته هو شايف ليه رؤيه، ورؤيه الكابتن حسام البدري كانت صح، اللي انا بريح لاعبتي. ممكن يكون كان باعت جزء كبير قوي من اللعبة الاساسيه، لكن جه في الاول وفي الاخر هي بتبقى وجهه نظر، وجهه نظر صح ممكن تخطا وممكن تبقى صح. اللي كابتن حسام البدري عمله ده طب فعلا طلع في كره القدم صح.
ريحت لعبت، انا عندي ماتش اهم، عندي بطوله اهم، عندي حاجه كل جمهور الكره في مصر مستنيها، وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه يعني، اللي هي البطوله الافريقيه اللي هي بعيده عننا بقى لها فتره، لكن البطوله العربيه اقدر اعوضها. وبطوله على فكره مش معتمده في الفيفا، ده بطوله حاجه شرفيه للدول العربيه، لكن البطوله الافريقيه البطوله اللي هي الخاصه بينا واللي احنا المسمى لينا. عشان كده لما تيجي تبص على ماتشنا مع الترجي، الجزء البدني ممكن فعلا البطوله العربيه اثرت عليهم بدنيا فرقه الترجي، واثرت عليهم. خلي بالك انت برضو بتلعب النادي الاهلي، ضغط العصب والنفسي وكل حاجه، والنادي الاهلي محتاج. عشان كده كانت الامور كانت صعبه على فرقه الترجي اللي الكابتن اسامه اتكلم عليها. الجزء البدني اللي بيقع في اخر ربع ساعه ثلث ساعه ده اكيد ده ممكن يكون اجهاد، ممكن يكون ضغط عصب عليهم بيوصلوا اللي هو يجي في اخر الربع ساعه او الثلث ساعه من المباراه بالشوط الثاني بتلاقي مختلفه تماما. وخاصه ظهرت على فرقه فعلا الترجي في المباراه اللي عندهم في تونس، طبيعي جدا اللي انت على كابتن ياسر. انا عرفت اللي هم خايفين من النادي الاهلي امتى؟ الكابتن اسامه كان موجود معانا في الجهاز وكان بيتكلم وكان صاحب شخصيه قويه جدا. انا اتذكر كان بيتقال لنا جمله، اول ما تلاقي الخصم اللي قدامك في تصريحات بيقلل منك تعرف اللي هو مرعوب منك. طبعا ده حقيقي، وده مش طبيعه الكابتن فوزي البنزرتي خالص، اللي عاشره ما بيصرحش كده ابدا. ما هو عارف تصريحه كان ايه من ضمن التصريحات اللي قال لك، ما بيسالوه انت نتيجتك هنا في القاهره كويسه والنادي الاهلي مش عارف ايه، قال لك لا انا ابو تريكه اعتزل خلاص. فطلع التصريح بعدين، طلعنا احنا في الاستوديوهات قلنا لا ابو تريكه في مليون ابو تريكه يعني، طبعا مش تقليلا ابو تريكه كان لعيب من ضمن لعيبه النادي الاهلي وليه نجوميته وكل حاجه، لكن النادي الاهلي ما بيعتمدش على فرد او على لعيب، بيعتمد على الكره الجماعيه ودي اللي بيمتاز بيه النادي الاهلي. فعشان كده المباراه كانت صعبه عليه، وبعدها على فكره بعدها اقاله بنزرتي بسبب نتيجته مع النادي الاهلي. بيقول لك ورئيس النادي كمان. ما بقول لك يعني خلي بالك النادي الاهلي، النادي الاهلي بالنسبه للفرق دي برضه خلي بالك، نادي في القاره الافريقيه نادي كبير جدا وكله بيعمل له حساب يعني. زي ما احنا بنتكلم على الترجي وبيعملوا النادي الاهلي بالنسبه لهم بيبقى عارفين، عشان تطلع النادي الاهلي من بطوله او من بطوله او يخسر مباراه لازم تعمل مجهود كبير جدا. باكد على كلامك، لما نتكلم نستعين بالتاريخ شويه، النادي الاهلي جاب بطوله افريقيا من صفاقس بره، جاب بطوله افريقيا من الترجي، وجاب بطوله افريقيا من النجم الساحلي برضه ومش هو جاب بطوله افريقيا يعني اللي انا اقصده شمال افريقيا. الدنيا اتغيرت تماما على عكس زمان. كابتن اسامه عايزين نقدم روشتة للكابتن حسام البدر، انت مذاكر النجم الساحلي كويس وجايب مجهز الورق و انت قلت لي عندهم سلبيات اكتر من ايجابيات، قول لنا كده السلبيات اللي انا شفته في ماتش الاهلي طرابلس. إيه طبعا ممكن جدا المباراه بتتغير احيانا من مباراه لاخرى، لكن في حاجات تحس ان هي يعني عندهم مثلا الجون. طبعا ايمن المسلوسي لعب كتير قدام النادي الاهلي ولعب منتخب تونس، عنده خبره، جون كويس. هم عندهم الظاهرين اللي هم حمد البرجاسي وعلي البرجي دول. حمد البرجاسي ده هو طويل وعنده شويه الرشاقه والسرعه قليله، هو بيلعب دماغه كويس، لكن يعني اي حد عنده سريع. سرعات تغيير اتجاهات الحاجات دي بتاثر. برده نفس الشيء على البرجي، رغم ان هو اقصر لكن برده النواحي الدفاعيه مش كبيره زي موضوع خليل شمام في الترجي التونسي. واحنا قلنا كده قبل الماتش من بعد الماتش الاولاني نقطه ضعف، كان نقطه ضعف هنا. هو صحيح بيهاجم كويس الناحيه الهجوميه، ولكن في النواحي الدفاعيه قليل، مساحات فاضيه كان في ظهره كتير جدا في الماتش الاولاني، والماتش الثاني كمان ظهرت اكتر. فعندهم مثلا اللي هم الاثنين قلبي الدفاع برده نفس الشيء الشبيه بالترجي، عندهم بيلعبوا بدماغهم كويس، عندهم طول، اللي هم في اثنين بيلعبوا اللي هو بغطاس، وفي لوباتيدا لعيب افريقي، لكن عندهم برضه حته السرعه والرشاقه وكده شويه قليله. فبرضه ممكن السرعات بتاعت ازارو بتاعت اجاييه الاختراقات بتاعت وليد سليمان ومؤمن، الحاجات دي بتبقى مؤثره. وعندهم اثنين ارتكاز ورباعي في الامام، يمكن الرباعي الامامي عندهم تحرك شويه وفيهم خطوره. يعني في امين الشرميتي، واعتقد انت لعبت ضده، سريع كان بيلعب ناحيه الطرف الشمال، عمرو مرعي، وبرده في بنجوره ناحيه اليمين، افريقي هو وسريع برده. وعمرو مرعي طبعا كلنا عارفين عمرو مرعي مزعج في التحرك، وممكن تكون المهاره عنده مش كبيره،
ولكن من الفراوده اللي هي ما بتقفش خالص يعني صح. على طول حركه كتير وبعدين هو مميز في ضربات الراس اكتر بكتير من تحت من رجله. يعني في مهاجم بيبقى مميز قوي في اللعب على الارض لكن مثلا ما بيجيش اللعب بضربات الراس صح. وفي ناس عندهم اتزان شويه يعني بين الاثنين. هو مرعي يمكن اكبر تميز عنده ضربات الراس، حتى هم الهدفين اللي جابهم ضربتين راس، صحيح هم قريبين من 6 ياردة بيعرف يخطف، فطبعا ده عايز رقابه كويسه لان هو كثير التحرك، واعتقد كمان حماسه هيزيد اكتر انه بيواجه فرقه مصريه زي ما شفنا علي معلول مع فرقه الترجي. فانا شايف انه هي طبعا عندهم حاجات فيها خطوره ولكن عندهم سلبيات في الخط الخلفي وفي الناحيه البدنيه اللي انا شفته في مباراه الاهلي طرابلس. طيب اللي انا كمان يعني مش عايز اخرج معاك من الجزئيه دي عشان انتقل للكابتن ياسر، شمال افريقيا بشكل خاص وفرق تونس. ايوه. بتيجي اجيال وتمشي اجيال لكن الكرات الثابته بتنفذوها بمنتهى الخطوره. طبعا دي واضحه من ساعه ما احنا كنا بنتفرج في السبعينات وده الثمانينات من ساعه واحنا لما كنا بنلعب في الثمانينات والتسعينات والالفينات والاجيال المتعاقبه حتى الان منتخب انديه التونسيه بالذات بيلعبوا الكره قويه جدا وبيبقى فيها عدد كثافه وبيخشوا فيه بقوه وشراسه في ال في ال في, ال في الكرات الثابته، ولذلك حتى الهدفين هنا الكرات الثابته اكتر من مره في ماتشات نجم الترجي الصفاقسي جه فينا جوان ضربات ثابته، واحنا ايضا برضو بنجيد الضربات الثابته، احنا برضو جبنا بعض الاهداف كتيره في فيهم او اهداف كتيره فيهم من ضربات ثابته، ومنهم الضربتين هنا برضو يعني كورتين ثابتين هنا برضو من ازارو لكره صالح جمعه وازارو تابع، وطبعا ده ضربه الجزاء تعتبر ده، بس لكن احنا بنتكلم على الفاولات والكورنر والحاجات دي هم فعلا بيجدوها، فبرضه لازم يبقى فيه رقابه كويسه. وزي ما قلنا اخطر واحد فيهم في الكرات العاليه هو عمرو مرعي، وعمرو مرعي سواء نجيب سواء سعد سمير سواء رامي لعبوا قدام كتير قدامه كتير ومفروض انهم حافظينه يعني. طب كابتن ياسر انا مش عايز اتكلم في الترجي خالص، بس عايز اتكلم على نقطة فنية، الاستراتيجية اللي لعب بيها الكابتن حسام في مباراة الترجي عشان اسألك بقى في المباراة التانية. الاستراتيجية اللي لعب بيها الكابتن حسام كانت عاجباك؟ طبعا. وخاصة احنا بص هقول لك على حاجة، احنا عشان النتيجة برضو بالنسبة لنا إيجابية، احنا لو كان طلعنا بطولة أفريقيا كنت هتلاقي السيناريوهات ما شاء الله السلبية. لا ما بين الشوطين حصل الكلام ده ما تقلقش. لكن هدوء الكابتن حسام البدري في المباراة دي كانت من الملاحظات اللي كنت انا مركز فيها جدا. طبيعه الكابتن حسام في الماتشات حتى اللي بتتكلم في الدوري او في ماتشات بتبقى مصريه تلاقيه بيبقى متحمس، تلاقيه على الخط بتوجيهات ماتش، لو انت ركزت في المباراه من اول المباراه تلاقيه كان هادي جدا صح. وده طبعا بيمتاز بيها او يعني بيمتاز بيها في المباراه دي. يمكن ما حدش خد باله من النقطه دي، لا دي كانت نقطه اساسيه وهي نقطه التحول اللي لعبت النادي، لو انت خسران في هدوء في تركيز، فده حاجات كلها مؤشر ممكن يكون في حاجه زي في بطوله زي دي بيبقى ممكن في الهدوء فيها بيبقى غير كل بطوله لها اسلوب. ممكن بطوله الدوري محتاجه ان انا ابقى محتاج ابقى على الخط، محتاج اتكلم كتير. في بطوله افريقيه التغييرات كانت تغييرات موفقه جدا مع كابتن حسام البدري، اللي وانت خسران برضه يعني كل ماده خلي بالك هو كمدير فني النتيجه بكل ماده بتصعب عليه، انت متعادل 2-2. ياسر اي فريق في العالم داخل خسران ومحتاج يكسب بس وتدخل غرفه والهدف توقيته سيء جدا للنادي الاهلي وادخل وارجع اجيب هدفين، ده ما بيعملهاش غير فريق عنده شخصيه. خلي بالك زي ما اتكلمنا برضو في النقطه، برضو فرقت معانا الجزء البدني اللي بنتكلم عليه مع صح. فرقه برضو لو جيت ترجع ليهم هتلاقي برضو الجزء اللي البطوله العربيه اللي لعبوها ماتشات كامله مش اقل من 7-8 ماتشات في البطوله. عندك كمان اللي هو يجي ده وصل لمرحله اللي جت، مش معنى كده اللي احنا لا احنا برضه فرقتنا ونتائجنا، وهو بيلعب النادي الاهلي المباراه بالنسبه له، وانا قلت لك قبل كده ما فيش فرقه مع النادي الاهلي تكسبه مره تكسب يعني اللي حصلت في البطوله العربيه ما اعتبرش ده حاجه كانت بالنسبه لنا يعني. برضه في لعيبه ظهرت في البطوله العربيه لكن ماتش الترجي نفسه لا في حاجات كتير قوي سواء اللعيبه
التركيز مع من الجهاز الفني ما فيش حد كان فيه شوشره، يعني ممكن يكون حتى الجهاز الفني كان زيه زي اللي قاعدين فيه هدوء من الجميع. فدي برضو كل ده واللاعيبه كمان من جواه في ماتشات يا كابتن شادي وكابتن اسامه واحنا مرنا بيها كلنا، اللي في وقت من الوقت المدير الفني مش محتاج يتكلم. يعني مش محتاج، احنا بنبقى موجودين في الملعب بيبقى لينا وضع وقابلناه كتير. دورك انت كلاعب خلاص ايه؟ عشان انت سماتك الشخصيه لاعبي النادي الاهلي بتبقى في حاجات كتير قوي، المحاضره ممكن في الوقت ده ممكن تلاقيه محاضره قليله جدا، واعتقد ده اللي حصل. ممكن ليه؟ خلاص انت بيوصلك لمرحله ان المباراه مصيريه بالنسبه لنا وما ينفعش نخسر وما ينفعش وما ينفعش، في حاجات كتير قوي اللعيبه مع بعض بتفرق قوي، وده احنا قابلناه. مش عارف كابتن سامي كان موجود في ماتش الرجاء المغربي لما كسبناه بهدف كمونه وهادي خشبه. احنا انا فاكر لازم تكسب الماتش ده تكسب. وعلى فكره في اليوم ده كمان احنا على فكره الخواجه كان مش فاكر كان هارس ولا مين او لا سوري سوبل الاول. المحاضره كانت حوالي على فكره 10 دقايق وكلنا قعدنا مستنيين ماتش الرجاء يبتدي فعلا، وقلنا يا جماعه اللي يجي بينه احنا بينا وبين بعض يا جماعه اللي يقدر يلعب شوط ويقول انا تعبان يرفع ايده. على فكره انا في المباراه دي كمان يعني كل واحد عمل كل عليه، كل اللي كان بيتعب كان عندنا 3 تغييرات، لكن انا ممكن العب واكمل هخسر فرقتي. انت كابتن ياسر قلت جمله جميله قوي، مباريات المدير الفني يحط الاستراتيجيه بتاعته يحط فرقته ويحط، لكن في مباريات دور اللعيب فيه لازم اطلع 100% اللي عندي والنتيجه بتاعت ربنا، وهي المباريات دي ما هي كتير قوي هتلاقي في تاريخ هتلاقي المباريات دي ما بتقابلنا بنلاقي احنا بنبقى عاملين حسابها كويس قوي. ليه؟ النادي الاهلي واللعيبه بتبقى على قد المسؤوليه، بيبقى حتى المدير الفني خلاص عنده قال اللي عنده، وانت كمان كلاعب كره خلاص الكره في ملعبك. واحنا الحمد لله لعيبه النادي الاهلي انت بتتكلم على لعيبه بتاخد بطولات، لعيبه اللي عندها ثقافه الفوز، لعيبه عندها ثقافه لما نخسر ازاي انا اتعادل وازاي اكسب ثقافه. عشان كده الفرق كلها يجي يقول لك هو النادي الاهلي ليه بيكسب في الدقيقه الاخيره والدقيقه والدقيقتين الوقت الضايع، علشان او رقم واحد احنا مركزين مع الحكم، تاني حاجه الفرق اللي قدامك بتدافع وانت عايز تجيب جون فهتجيب والروح كل ده. ما بص هو النادي الاهلي روح، النادي الاهلي روح، احنا الروح لو راحت من عندنا بنبقى زينا زي فرقه الروح النادي الاهلي طول ما هي موجوده. ودي برده على فكره بيمتاز بيها اللاعب القديم اللي هو بيبث الروح في اللاعب اللي بقى جاي جديد على النادي الاهلي، فدي بتبقى من المميزات اللي موجوده. بتتكلم الكابتن اسامه مركز مع المباراه دي؟ لا هو انا فاكر المباراه دي يا كابتن اسامه. لا انا بس فاكر استجمع لا مش واخد بالي، ما خدتش بالي. ده ماتش الاهلي ده ماتش النجم الساحلي كان في اديس ابابا، ده اللي هو ضربات جزاء صح؟ ماتش السوبر كان الاهلي والنجم الساحلي 0-0 ضربات جزاء كان 5-4 انا فاكر متذكر ضربه الجزاء دي تقريبا مستر مانو قال لي هتشوط اول واحد فبصيت له كده قلت اول واحد مسؤوليه وعايزين بطوله وعارف انت قال لك ان شاء الله يعني فيها معنى كلام يعني هتجيبها عشان تدي ثقه للفرقه كلها. لا بس انت كنت بشوط ضربات جزاء كويس، ضربه جزاء كنت مرعوب فيها من اللي شفتهم، من شوط تقريبا 16 واحده اصعب واحده لان ماتش نهائي وبطوله وكنا الكيرف بتاعنا كان عالي وكان المفروض الماتش ده يبقى في القاهره عشان احنا بطل افريقيا فقال لك لا عشان التكريمات الكاف في اديس ابابا فالماتش هيتلعب هناك. كابتن اسامه طبعا اخذ مكافاه كبيره في الماتش ده. لا ما حصلش المكافات الكبيره. لا انتوا اتكلمتوا طبعا الماتش ده طبعا الماتشات التاريخيه. انتوا اتكلمتوا في نقطه كويسه قوي ياسر وضحها بصوره كبيره. احنا مر علينا مدربين كتير في النادي الاهلي. فيهم الممتاز جدا اللي هو كان اضافه غير طبيعيه. وفيهم اللي هو المدرب العادي المتوسط وفيهم المدربين العاديين خالص. ولكن اللعيبه زي ما انتوا قلتوا ووضحتوها اللعيبه ليهم دور كبير قوي طبعا. اللعيبه القياديين، اللعيبه اللي ليهم ثقل، اللعيبه الدوليين، اللعيبه اللي عندهم خبرات بتتنقل من جيل لجيل، فاللعيبه ليها عامل كبير جدا في الفوز بالمباريات. ودي يمكن بتغيب عن بعض الناس انه ما بيعرفوش قيمه يعني كل حاجه بيحملوها للمدرب 100% 100%. لا اللعيبه ليهم دور كبير جدا 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 مع كل المدربين اللي احنا عاصرناهم ولعبنا معاهم. اللعيبه بيبقى ليها عامل كبير قوي في خبراتها والمواقف اللي مرت بيها
والإصر اللي هي عدم اليأس وعدم الخسارة بيبقى على طول موجودة في لعيبة النادي الأهلي، فدي حاجة مهمة جدا. ويمكن برضو يعني بيسترجعني البطولات الإفريقية مثلا 2006 و2008 و2010. طبعا الكابتن حسن شحاتة مدرب كبير جدا ومدرب عظيم، لكن برضو كان معاه جيل كلهم قيادات، احمد حسن، حسني عبد ربه، وعماد متعب، ابو تريكا، عصام الحضري، سيد معوض، كلهم شخصيات وكلهم ساعدت في الموضوع البطولات. فاللعيبه طبعا ليها دور مهم جدا. طبعا كابتن اسامه، انت كنت مع كابتن حسام اشتغلته في المنتخب الاولمبي. ايوه. واشتغلت معاه داخل النادي الاهلي، كنتوا في الجهاز مع مانويل جوزيه. ايوه. الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها، من غير ما نتكلم بقى في فنيات، انا بتكلم في معلومه للجماهير، هو اللي لعب بيها امام الترجي هي اللي هيلعب بيها قدام النجم الساحلي. بص، ما فيش شك انه 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 ماتش النجم الساحلي ممكن يبقى اجرأ. ليه بقى أجرأ؟ لأنه ماتش الترجي كان الموقف صعب قوي. الماتش ده كان لا تعويض، وانت متعادل 2-2 في الماتش الأولاني ولازم تكسب، لأنه كان التعادل 2-2 كان صعب، يعني هو كان الأقرب أنك أنت لازم تكسب يعني. فممكن يبقى فيه قلق شوية وخوف. لكن أعتقد أنه بعد ما كسبه للترجي هناك، وده الماتش الأول في تونس مع النجم الساحلي، وعنده ماتش عودة هنا في القاهرة، اعتقد انه هيكون اجرأ في من البدايه يعني ممكن يلعب ماتش عادي جدا ويحاول يعني قدام. حضرتك تقصد كده اكتر؟ ممكن انا بقول لك ده نظر. تصور وجهه نظر، لكن ممكن ياخد استراتيجيه ثانيه ويقول امن شويه، امتص الحماس شويه الجماهير، وبعد كده العب على هجمه مرتده، او استغل زي ما احنا بنقول اللي ممكن يحصل الناحيه البدنيه تقل شويه عند لان هم اكيد تابعوا الماتش وشافوا، وانا عارف ان الجهاز راح اتفرج واكيد اللعيبه اتفرجت، يستغلوا الجزء الاخير من الاندفاعات بتاعه النجم الساحلي، وبعدين في التعب في الفتره الاخيره يضغط اكتر. لكن انا اتصور ان هو هيكون اجرأ. طيب هستاذن حضراتكم، معانا مكالمه مهمه جدا من واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. كابتن سمير كمونه، برحب بيك. مساء الخير يا كابتن شادي. مساء النور. انت مختلف. مساء الخير على الكابتن اسامه عرابي، الكابتن مصطفى النادي الاهلي، الكابتن ياسر الرجاء، كابتن النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك يا سمير، الله يخليك. كابتن سمير، قبل ما اكلمك والفنيات واي حاجه، انتوا اعتزلتوا كلكم والكابتن اسامه كمل. فاكر بطل ابدا ثاني اولى يبطل. احنا اعتزل بالعافيه. ايه مش عايز ابطل. انا قلت لك، بقول لك ايه، الله يرحمه. كمونا ماتش مش ماتش الرجاء، قلت لك اطلع خلاص. قلت له اطلع فيه، قلت لك خلاص لازم نكسب. ها الكلام. كابتن سمير، شايف مباراة النادي الأهلي أمام النجم، توقعاتك للمباراة والأمور الفنية، كل ده عايزين نعرفه من حضرتك، اتفضل. لا طبعا بنبارك للنادي الأهلي مباراة الترجي الأخيرة إرادة طوارئ ضغط طبعا وجماهيرهم. النادي الأهلي طبعا أدت أداء رائع من حيث المستوى الفني والتكتيكي والبدني اللي ظهر على النادي الأهلي السنة اللي فاتت. النادي الاهلي واخد دوري وكاس، والنواحي البدنيه طبعا يعني الحمد لله ما حدش قدر يوقفه لغايه دلوقتي. حتى الفرق بتاع شمال افريقيا اللي كانت بتعمل ضعر في بعض الانديه، انما هو كان واقف على رجله. والعامل البدني يعني عايز اقول لك كان 50 او 60% من اسباب نجاح النادي الاهلي من اللي فاتوا مع الكابتن. انما فرقه النادي طبعا مباراه النادي الساحلي، انا سمعت ان هم غيروا الملعب بدل رابط عشان موضوع التفاؤل بالنسبه قال لك المصريين بيتفائلوا بحاجات كويسه، قال ملعب يعني بتاعت الملعب او استقبال 15 متفرق متحمسين جدا، عندهم فرقه كويسه ومنظمه بيعرفوا يتعاملوا مع القسم كويس جدا على ملعبهم، عندهم لعيبه كويسه جدا على طول طبعا، اللاعب المصري مرعي طبعا اخر مباراه جاب هدفين، لازم نعمل حسابنا. انا شايف ان مباراه تبقى حماسيه جماهيريه يعني يتغلب عليها العامل الفني والحماسي يعني طبعا الجول بتاع الرجاء نسبه كبيره قوي، لكن النادي الاهلي مستعد ان هو كمان عمل حاجه ايجابيه جدا
كان الفني قدر ان هو يقعد في تونس اربع خمس ايام عشان ياخد على الجو ويتأقلم بدل ما يروح ويجي وعامل انتقال بس سبب يعني نتيجه سلبيه او حاجه. لكن فكر كويس جدا واحترم الاتحاد الفني على راسهم طبعا كابتن حسام البدري. مباراه انا شايف ان هي هتبقى قويه، لكن النادي الاهلي طبعا عنده لعيبه عندها شخصيه بتعرف تتعامل مع المباريات، المباريات تبقى فيها على اعلى مستوى. ان شاء الله نعرف نتعامل معاهم على ملعبهم، نعمل نتيجه كويسه عشان مباراه التعود طبعا نقدر ان احنا نستفيد من مباراه الذهاب كنتيجه طيبه. يعني كابتن سمير كان من شويه بيتعرض هدف كده ممكن تجيبوه، ده ماتش الرجاء اللي الكابتن اسامه كان بيتكلم عليه. كان لازم نكسب الماتش ده عشان ناخد البطوله. وكان انا ليا سؤال تاني مش فني. اعرضوا لنا الهدف تاني كده يا جماعه. هو انت لما جبت الهدف قلعت التيشيرت وجريت على فين؟ انت ما انت رحت فين؟ قصدي خلي بالك اخر ثانية. لا بص بقى هو فين، بص تابعوا معايا كده، رحت فين؟ مش عارفين انت رايح فين. مفيش ليه جمهور اصلا كمان. تسيب الاستاد وتروح. لا مفيش ليه جمهور كمان. مفيش ليه جمهور خالص. خلي بالك ده كان جون البطولة. كنا احنا لازم نكسب. التعادل كمان ما ينفعش معانا. والتعادل ما ينفعش معانا، ودي كانت اخر دقيقة برضه. تعرف نقطة تانية كمان، انت عارف لو حتى كنا تعادلنا مش الراجل اللي كان ياخد البطولة؟ كان خريبكا اللي كان ياخد. كابتن سمير انا عايز اقول لك على حاجة ومهم جدا، ده توقيتها اللي نقولها مع نجومنا اللي موجودين. ما هي دي عبقرية النادي الأهلي، كل الأجيال بتحقق بطولات، كل الأجيال مخلصة، كل الأجيال بتجيب في الدقيقة الأخيرة، كل الأجيال عندهم انتماء لفنانة النادي الأهلي. عشان كده أنتوا سلمتوا الراية للي جه بعدكم، واللي بعدكم سلم الراية للي بعده واللي بعده وهكذا. هي دي عبقرية النادي الأهلي ونجومه يا كابتن سمير. بص يا شادي ده كلام جميل جدا، وكلنا طبعا زي ما أنت بتقول بعض الأجيال يعني وراء اجيال طبعا من النواحي الفنيه طبعا الاخلاقيه وحب للنادي، كلنا بنفتخر ان احنا لبسنا التيشيرت الاحمر وبنشرف على صدر طبعا اي لعيب احرز بطوله واداء النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي ادانا الحمد لله قدرنا على قد ما قدرنا ان احنا ندي النادي طبعا مستوانا وبطولات، فطبعا شرف لنا. الهدف اللي انا بقول لك عليه دوت سالت سؤال انا رايح النادي الاهلي حته ان هم كان حوالي 20 واحد زي كده، كانوا 20 واحد الناس اللي تبع الاداره والجاليه المصريه اللي موجوده اهو حوالي 20 واحد، انا رايح اقول لهم متشكرين. ده اللي انا كنت عايز يعني اوصله للناس اوصله لك، انما السيناريو اللي حصل بتاع الجون عايز اقول لك بخبره الكابتن اسامه جالنا فاول بالطرف ناحيه اليمين قلب الذهب، يعني اكن مساعد مدرب او مدرب عام داخل الملعب يقف بتاع اللعيبه الثقيله اللي بتفيد النادي الاهلي سواء خارج الملعب او داخل الملعب، قال لك يا منظمة انت بتستني ايه؟ يلا يا حسام ابراهيم وسمونه وكشري وهادي كل دول عمل سيناريو ثاني، وقال لو الذهب انت اللي هتدفع الكوره. يعني السيناريو اللي اتعمل هو اللي خلى، وطبعا كل شيء باذن ربنا طبعا نصيب، انما برضو يعني في اسباب خبره واحد بيشتغل جامد من الاسباب، واحد زي كابتن اسامه طبعا جنبك نجم كبير زي كابتن ناصر ريان كان ليه دور كبير قوي في البطوله مش قوي يعني حرفنا هدف. انا بحب اقطع في الكابتن ياسر على طول هو بيبرق لي انت تخوفني على الاول لا دور اي لعيب او اي نجم انا عم دايما دلوقتي عماد نجم لما اتكلم مع اللعيبه قبل ماتش الدرجه ده تنزلوا وتموتوا نفسكم وطبعا الجماهير اللي جات لكم في ملعب الشيش لازم تعملوا حسابها وتراضوهم ان هم بكره حد عندكم شجعونا واحنا مساعدين على ملعب ده دور النجوم اللي لعبت النادي الاهلي واخلصت وطبعا حاجه تشرف يعني كابتن اسامه وكابتن ياسر او انت يا شادي طبعا اشكرك بعض طبعا كل الفترات اللي انت لعبتها احضرت بطولات كثيره جدا كنت كابتن النادي الاهلي فده دورنا كلنا ان شاء الله بنعلم الاجيال اللي جايه ان احنا تبقى عمليه يعني في تواصل من الحب والعطاء اللي احنا كلنا بنعشقه. كابتن سمير كمونه نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي، بشكرك كابتن سمير شكرا جزيلا. عايز اخرج شويه عن مباراه النجم وكابتن ياسر، انتوا كنتوا جيل عظيم، انتوا حققتوا 7 دوري ورا بعض. غير بطولات عربيه وبطولات افريقيه. جامد جدا. انا هروح لكابتن اسامه في حته. بس كلمني عن جيلكم يا كابتن لان انتوا بذلتوا مجهود كبير برضه وحققتوا كابتن اسامه حضر الاجيال كلها اصلا ايوه ما انا سيب لي دي بقى انت
حضره جيل تجيب حتى لما جه بحاجه دلوقتي انا مش لازم هيرد عليها بس جيلكم كان جيل قوي. قول لي الاسماء كده كابتن ياسر, عرف الشباب اللي طلع. بص كابتن شادي, اولا كده من الكابتن شوبير الكابتن ابراهيم حسن الكابتن علي عبد الصادق الكابتن محمد رمضان الكابتن اسامه عرابي كابتن رضا عبد العال كابتن حسام حسن كابتن غير شوقي. غير اي كابتن ايمن شوقي غير كابتن حماره صدق برضه عاصرناه فتره بسيطه غير في كتير ما كابتن مجد طلبه وليد صلاح طبعا وهادي خشبه ومعانا محمد عماره ويوسف وعمر الحديد وابو الدهب وكمونه لا انت بتتكلم على وفيليكس وعلي ماهر واحمد كشري وعمرو عبد الجليل وعمرو عبد الجليل طبعا كابتن مجدي طلبه. اما انا بقول لك لا كابتن مجدي طلبه جف وجمال السيد برضو فتره معانا وفي لعيبه كتير قوي رضا عبد العال سنه وسنتين في لعيبه جيل. بس الميزه بقى يا كابتن شادي ايه هي؟ يعني انا جيت من نادي المنصوره انا متعود في نادي المنصوره والانديه اللي هي الصغيره اللي انت تتعادل ماتش وتكسب ماتش وانت عايز تقعد في الدوري طموحك اللي انت تقعد كل يعني انت لو لاحظت حتى في الدوري اللي موجود هتلاقي الاهلي والزمالك بينافسوا فرقتين عايزين يبقوا في المربع الذهبي كمان معاهم والباقي كله كل الفرق اللي انت شايفها ده كله عايز يقعد في الدوري. انا لما جيت النادي الاهلي انا كنت متخيل ان انا ممكن نكسب ماتش والدنيا تبقى كويسه ولقيته الوضع لقيته صعب جدا. تعادلنا مباراه كان كابتن مش عارف كده لما كنا ماتشاتنا في المقاولين او ماتش السكه والاولمبي لما كابتن علاء ميهوب اتنقل راح الاولمبي اتعادلنا السكه وتعادلنا الاولمبي وماتشين ورا بعض والدوري انت عارف الماتشات نازل في الشارع لقيت الامور بقت صعبه والناس بدات تقابلك. ليه؟ النادي الاهلي في ناس كتير بتحبه بتبقى لو انت كسبان حتى لو انت ما انتش كويس في المباراه انت كلاعب ما تفرش لكن النادي الاهلي طول ما انت بتكسب فلقيت الوضع انت في نادي بطوله انت في نادي ما ينفعش اللي انت تخسر ما ينفعش انت في نادي تتعادل ما ينفعش ما تاخدش بطوله. احنا انت حتى لاحظ احنا بناخد مركز ثاني النادي الاهلي مالوش مكافاه ما فيش مكافاه اصلا على مركز ثاني في النادي الاهلي انت بتعتبر كده انت تعتبر فشلت حتى في الناشئين في الولاد الصغيره لما بتاخد ثاني بيقول لك البطوله راحت مننا خلاص انت مولود على كده فعشان كده ما بتيجي تدخل انت الاحترام الانديه في مصر انت زيك زي ريال مدريد زيك زي برشلونه زيك زي اي فرق في العالم كبيره والله انا بقول كده على مدار التاريخ اللي انت تبص تلاقي كل سنه تلاقي لكن انت شفت الماتش اللي فات انا هقول لك بمنتهى الصراحه وكل مره بقول الجمله دي احنا بنتكلم جوا بيتنا وبنفتح قلبنا لكل الناس يقينا ما كانش انا عارف ان النادي الاهلي في الماتشات الصعبه واللي بنقوله الناس ما بتضحكش عليهم هيبقى اللعيبه رجاله وعارف الجهاز الفني هيعمل كل حاجه عارف ده بس صعوبه الماتش مخليها فيه 20 30 انت في كوره جماهير الاهلي في كل مكان في مصر لما جال هدف انا كنت قاعد بتفرج في مكان قال لك الاهلي هيجيب جونين ده بقيت هتجنن هو عنده يقين اكتر مني وانا لبست الفانيلا بالظبط فدي صح. جماهير الاهلي ثقافتها مختلفه عن الجميع دي الحقيقه ما عشان كده هتيجي تبص هتلاقي النادي الاهلي نادي بطولات هتيجي تبص النادي الاهلي كلنا اللي احنا كنا متخيلين او متوقعين نتيجه الترجي كلنا خلينا بالاجماع كلنا كنا نقول ممكن نتعادل ممكن المباراه تبقى صعبه على النادي الاهلي على الورق لكن انا قلت لك وانت بتقول لي انا سمعتك في حديث قلت انا عن نفسي على لساني قلت قبل الماتش بيوم شفتك وحتى قلت انا قلت لك ايه قلت لك حتى انا كنت على الهواء بقول لهم صعب نخسر ماتشين ورا بعض دي اعرفها تماما حتى صعب تخسر بطولتين ورا بعض يعني انت كل سنه تلاقي ياخد لا دوري ولا كاس تلعب فرقتين زي الترجي ماتش عندنا ماتشين عشان كده بقول لك الفرق الكبيره مفيش حاجه اسمها العب على ملعبه بره ملعبي عشان كده ماتش الترجي برده هترجع لماتش الترجي برده مش هتلاقيه سهل سواء هنا او هنا فرقتين بتلعب على فرقتين خلاص انت بتقرب للبطوله فهتلاقي فرقه النجمه برده عندها ما اللي عايزه تاخد البطوله وعايزه تكسب وعايزه تقول انا موجود عايزه تقول انا اعلى بالنسبه في تونس انا اعلى من الترجي هو ممكن ما برده عايز يصنف نفسه من الفرق الكبيره يقول لك انا لو طلعت الاهلي برضو بالنسبه لي انجاز كبير قوي ففي ناس بتعيش على مكسب الاهلي سنين صح انا متفق مع حضرتك 100% انا بقى مش هسيب الكابتن اسامه لغايه لما يقول لنا القصه واحد من اكتر اللعيبه في تاريخ الاهلي لعبت ماتشات وكمان بطولات صح كده اه ده حقيقه انت كل سنه يقول الكابتن اسامه انا من قبل ما اجي بقى الاهلي اساسا بتجيب الصحف وتبص فيها كان احكي لك بكره كابتن اسامه لازم احكي لك بكره بس هو يتكلم يعني يقعد طيب وبعد كده يجي السنه اللي بعدها يقول لك جددنا كابتن اسامه زاد في الاخر لا بس اقول لك على حاجه انت قعدت كام سنه بيحصل الكلام ده كابتن اسامه على فكره استاندنج خمس سنين خلي بالك ما حصلتش مع تاريخ اي لاعب هو النادي الاهلي كابتن اسامه كان عنده مميزات بامانه مش يعني هو مش هيتكلم عليها انا هتكلم عليها ليه بقى كابتن اسامه اولا السنين انت بتقول هو ستاندنج في النادي الاهلي على مدار كل المدربين اللي انا عاصرتهم هو اساسي
في ناس ما تحسش بأسامة عرابي في الملعب. اللي يحس بأسامة عرابي اللي يلعب جنب أسامة عرابي، مش اللي في الملعب كمان، لا اللي يلعب. يعني انا لعبت مع الكابتن أسامة، طريقته وانت في الملعب يعني حتى ازاي يوجهك وازاي يقول لك تعمل ايه. يعني انا كنت في ماتشات اهلي وزمالك بنقعد انا وهو في الاوضه، يقول لي بص خلي بالك، ويجي لي الاوضه يعني انا قاعد ومركز، يقول لي خلي بالك هيلعب حسين عبد اللطيف وهيلعب مش عارف مين وطارق مصطفى، خلي بالك لو ده زاد ونجع، ويشرح لي على الورق ليه بعايش في الجيم كويس. كابتن ياسر عشان نقول التاريخ الحقيقي للنادي الاهلي، مش عشان هو قعد معايا، معلش انا بحاول اذاكر شويه في تاريخ النادي الاهلي. كابتن اسامه عرابي هو كابتن من ده مش على الورق، ده دي الحقيقة، هو كابتن من كباتن النادي الاهلي على مدار التاريخ، صح كابتن اسامه؟ اه الحمد لله. الموقف اللي انا هحكي لك لا معلش لا ده مش هينفع، انا عايز دي احكي. لا هو يحكي، ارجع لنا بقى، ارجع لنا عشان الكابتن اسامه يحكي، لان ده من اجمد المواقف اللي ممكن تسمعها. كابتن اسامه عربي بعد الخمس سنين لو قرر يعتذر، راح للكابتن ثابت. احكي لنا الواقعة دي يا كابتن اسامه. ده هو بعد الماتش ده على فكره اللي هو بتاع سمير كمال. ايه اللي حصل بقى؟ لا انت عارف زمان شويه الموضوع انك انت تعتزل تعمر بعد 30 سنه في الكوره كانت صعبه قوي. يعني 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 الجيل اللي قبلينا تعبوا فيها قوي، كان لعيب مثلا يوصل 28 سنه 27 سنه 29 سنه ولا كبر. المدربين نفسهم ده كبروا، ده الكبر لازم يبطلوا. فدخلت الفتره بقى بعد التسعينات ابتدينا شويه يبقى 32 يا لا 32 ايه 32 ده لازم يتقضي عليك يعني ما بقى كويس وحش ما كانش في حد يفكر موضوع انك انت تقعد تلعب زي ما انت. فبعد ماتش اللي هو انتوا جبتوه ده اللي هو سمير كمونه جاب الجون ده وخدنا فيه البطوله العربيه، كان عندك كام سنه بقى؟ كان اعتقد 33 34 كان عندي بتاع 34 34 34 او داخل على 35، لان انا سوبل كان لعبت بعديها سنه كمان. لا ده كان هولمان على فكره، ده هولمان دي هولمان دي هولمان، لان سوبل جه بعديها سنتين لعبت معاه وبعد كده كان الدوري شغال بس لسه ما لعبناش فيه كام ماتش يعني. ورحنا لعب البطوله العربيه دي ف جبنا بقى الجون دوت واحتفالات في هناك في المغرب وبطوله هناك واخدنا بره ملعبنا وكده. قررت تعتزل. فانا ايه كان قبليها رمضان اعتزل وشوبير كان اعتزل، كنت انا بقى اخر واحد من وعلاء عبد وعلاء رغم انه اصغر مني اعتزل. فانا بقى قلت ايه طب ما هي بطوله وفرصه وايه ده التوقيت بقى ده التوقيت الكويس. فكابتن ثابت قبليها الله يرحمه كان ايه كان بيكلمني في الموضوع ده كان بيكلمني في الموضوع ده بس انا برضه بلعب على طول ستاندنج فبطل ايه. فرحت له بعد الماتش قلت له يا كابتن ثابت انا يعني فكرت كده ان شاء الله انا كده خلاص بقى اعتزل. راح قال لي ايه احسن قرار خدته. هو كان مهيئ نفسه بقى له ست شهور بيحاول فخلاص. فانا رجعت بالمغرب وانا واخد القرار دوت وكده. فبعد ما قعدت مع نفسي قلت طب انا وانا مستعجل ليه؟ طب ما احنا خدنا بطوله والدوري لسه شغال. انت كمان صبور. هولمان كان بيحبني يعني ما كانش كنت بلعب ما يعني. فقلت انا اعتزل ليه؟ طب ما انا كم فرحت داخل بقى للكابتن ثابت في مصر بقى جينا في مصر بقى ما خلاص ما انا رجعت في قراري. هو ما يعرفش هو بلغ بقى مستر هولمان اللي اسامه بيفكر في كذا. فرحت دخلت خبطت عليه. كان في حد في الاوضه معاه؟ مش فاكر. الكابتن احمد ماهر الله يرحمه برضه. فدخلت خبطت عليه قلت له يا كابتن ثابت انا عايز اقول لك حاجه. قال لي ايه خير؟ قلت له صراحه انا رجعت في كلامي. هو قال لي ايه؟ هو انت عيل ولا ايه؟ قلت له الصراحه انا عيل ورجعت في كلامي. كابتن مال كابتن مال كابتن مال كابتن مال ما تصدقوش. فهولمان كان كابتن ثابت بقى قال له فهو جه قعد معايا بعد التمرين قعد معايا عمل الاجتماع معايا. فقال لي يا اسامه انت ليه عايز تعتزل؟ هو انت عارف انت المدربين الاجانب يحترموا شويه جزئيه ان انت تاريخ اللاعب ايوه وان انت تعتزل براحتك وانت بتلعب ليه تعتزل؟ ايوه. فقعد معايا قال لي يا اسامه انت عايز تعتزل ليه؟ قلت له يعني خلاص انا شايف احنا خدنا بطوله وانا دخلت على 35 سنه وخلاص. قال لي لا انت بتلعب واساسي وكده احنا لسه عندنا دوري لازم تكمل الدوري
وتلعب وبتاع. فهو كمان يعني بصراحه مستر اولمان اكدها ليا وبتاع. فخلاص مشيت الامور وبعد كده كمان لعبت بعديها بقى سنتين كان بقى بيحارب طول العمر والله. بس هو عامه الموضوع ده اتغير شويه يعني بعد كده. في حسام حسن لعب لمده 40 سنه ولعب بقى دلوقتي عصام الحضري واحمد حسن وابتدت تتغير. وانت اعتقد لعبت 34 انا لعبت 33 زي ياسر لعب 33 فابتدت النغمه تتغير. لكن انت في السبعينات والثمانينات وكده كان 28 سنه يقول لك ده خلاص ده كبر لا الكابتن ياسر كان عايز يحكي حاجه عليك بس استاذنك نروح كمان نشوف جماهيرنا وتوقعاتها لمباراه النجم الساحلي والرسائل اللي قالوها ونرجع نكمل حوارنا اللي انا مستمتع جدا بالحوار واتمنى لحضراتكم تبقوا مستمتعين زينا. وارجع اكمل حواري مع الكابتن اسامه عرابي والكابتن ياسر. هيبقى ماتش صعب جدا لازم نشد حيلنا ان شاء الله وبنروح النادي الاهلي ان شاء الله هنعدي الماتش كويس جدا. اكيد اي فريق في هذه المرحله بنص النهائي اكيد ماتش صعب هيبقى فريق قوي وصعب فلازم الاهلي بالروح بتاعته يشد حيله ان شاء الله نكسبه يكون ماتش كويس ان شاء الله ونطلع بنتيجه ايجابيه. النادي الاهلي ما بيفرقش معاه هو ماتش صعب ما بقولكش سهل بس برضه احنا النادي الاهلي يعني احنا الكبير بتاع القاره دي احنا كبار القاره وان شاء الله هنصعد وان شاء الله 2-0 في سوسه و1-0 هنا. مواجهات الاهلي معايا فرق تونس الاهلي كعبه عالي عليهم يعني بس انا حاسس ان الجماهير واخده ثقه زياده الماتش ده فعايزين يعني ايه ندي الماتش حجمه شويه وان شاء الله ربنا يوفقنا يعني. الاهلي يعني الموضوع هيبقى صعب عليه بس احنا طبعا متعودين ان النادي الاهلي دايما بيفرحنا واللعيبه بتاعتنا دايما بتبقى رجاله في الملعب وان شاء الله نكسب ونفرح بقى ببطوله افريقيا احنا متعودين من اهلي على كده. طبعا الاهلي يعني ان شاء الله هيرفع راسنا وياخد بطوله افريقيا بس محتاجين شويه سبورت ومجهود بس مننا مش اكتر يعني. كل اللي انا شايفه ان الاهلي نادي كبير بس النادي الاهلي بس هي مباراه صعبه طبعا بس النادي الاهلي يحضر روح النادي الاهلي اللي في اخر 10 دقايق دول هيلعبوا بقى بالاول ولعبوا بقى بالاول ان شاء الله باذن الله هناخد بطوله افريقيا. والله هو الماتش محتاج مجهود والماتش صعب مش سهل يعني واحنا طبعا احنا لو خدنا البطوله دي هضاف لنا نجمه على التيشيرت يعني واحنا محتاجين طبعا كل 10 بطولات احنا بنضاف لنا نجمه طبعا فالماتش محتاج مجهود ولازم الفرقه الماتش ده تأدي كويس بس ان شاء الله نكسب يعني باذن الله. الماتش صعب بس الاهلي دايما معودنا ان هو قدها وبيكسب وان شاء الله ربنا يوفقهم. هو ماتش صعب مش سهل بس لازم يبقى كجمهور الاهلي نبقى وراه وعندنا ثقه في المدير الفني وفي اللعيبه وفي كل الجهاز ان شاء الله وبالتوفيق لفريقنا في تونس وان شاء الله يحسم المباراه هناك يعني. الماتش صعب جدا طبعا على الفرقتين بس يعني النادي الاهلي على طول هو اصلا نادي الصعوبات احنا بنبقى متعودين عليه ان هو بيعرف يواجه اي حاجه صعبه وكده وان شاء الله هنقدر بالاراده والعزيمه بتاعه النادي الاهلي ان احنا نعدي الماتش ونجيب المكسب للفريق وللجمهور كله. طبعا الماتش صعب بس النادي الاهلي معودنا ان مفيش حاجه صعبه مع النادي اللعيبه رجاله بتلعب بروح قتاليه روح الفانله الحمراء تلعب لاخر دقيقه واكبر دليل مباراه الترجي يعني لعيبه رجاله بجد فاحنا واثقين من لعبتنا وماتش صعب بس ان شاء الله نقدر ناخد البطوله. جديد ونوصل حوارنا مع نجومنا كابتن اسامه عرابي وكابتن ياسر ريان وكان مهم جدا نسمع اراء جماهير. هنروح للكابتن ياسر كان عنده قصه كده عايز يقولها اتفضل يا كابتن ياسر. لا يعني احنا بنتكلم على لما بنيجي نتكلم على كابتن اسامه عرابي وصل للمرحله السنيه فعلا اللي كان بيلعب بيها ما كانش من فراغ يعني من واقف لما انت تقول لكابتن اسامه عرابي مش موجود مثلا في ال11 يبقى ما يقدرش هو من جواه ما انا بقول لك في سمات شخصيه بتبقى جوه لعيبه النادي الاهلي فمن المواقف اللي كانت بيننا انا كنت لسه برضو في هارس الانجليزي ده كان جاي انا نفسي هو قال لي
قال لي انت كان زمان كان 16 لاعب مش 18 لو انت فاكر. أيوه. فقال لي انت ما انتش عشان انا مش هشول اصلا. فقال لي انا مش انا عايز واحد ناحيه الشمال بيلعب بشماله. انت مش هشول فحساباتك كان كابتن شطه اللي بيجي يترجم. فكنت بروح اتخانق معاه اللي انا هلعب وهلعب غصب عنه اللي هي الحته بتاعت النادي الاهلي. فلقيت لك بعد كل شويه الراجل ده بيعمل ايه هارس ده كان يخلينا نلف في حوالين في الملعب. ينده للكابتن اسامة عربي يقول له تعالى كابتن عصام. الكابتن اسامة لو راجع من عند هارس الانجليزي بيضحك يبقى هو في ال11 جاي مكشر يبقى هو قال له حاجه فيجي وانت مركز عشان مكانه. فلقيت لك الكابتن اسامة عربي الراجل بدا ايه يحطه بره الايه ال11 لان الكابتن اسامة عربي نزلناه في التمرين بستة ستارز وبيخبط في اللي راح بيخبط في اللي راح وهي دي روح النادي الاهلي وروح مكانك بس احنا عبد احنا ذنبنا ايه بس لا عايز اقول لك على حاجه دي اصل مره كل مره حصلت معايا مع ناس كده بس خلي بالك رحت نازل ماشي في الطور انا مش شايف وخلوني احكي لكم كان الكابتن اسامه في الجهاز برضه انا بلعب 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 كل الماتشات كل البطولات معاه ما فيش ماتش فلت فمره فجاه قال لك هنغير عشان اريح ناس ابتدى بيا فانا جوايا اتضايقت بس عايز اوصل له ليه انا فرحت جايب كان معايا جزمه كده بنلعب بيها ايام المطر زمان بقى وكانت دي الثقافه بقى تلبس الجزمه دي سته نزلت يا كابتن هو بص انا طالع في الطرقه مش شايف لان انت عارف لازم المدير الفني يعدي على غرفه اللعيب فانا ما اعرفش اللي هو ورايا فالصوت طبعا تك تك بتاعت السته الصفر ايوه فراح جاي نزلنا التمرين كان بيعمل محاضره هو تلت ساعه فجاي يبص لي راح عامل لي كده بالظبط حركته اللي يعني قال لي رسالتك وصلت خلاص ومن غير ما ولا اعمل مشكله ولا هتكلم انا اللي نازل بكل قوه وبالشنكار من البدايه خلي بالك انا داخل مستعد فتلاقي الكابتن اسامه نفس السنه مكانه هيروح هي دي يعني هي دي مهمه عامه اعتقد كل زمايلنا مش انا بس ولا وياسر كده وانت كده وكان ثابت الكابتن ثابت الله يرحمه كان كده لما كانش بيلعب علاء ميهوب كله كل الاجيال الواحد لعب معاها محمود صالح كابتن اسامه اللي بيخلي النادي الاهلي ياخد بطوله طبعا على فكره كل ده انت ومكسب لما انت تبقى مدير فني وعندك محتار ثلاثة تحت الشمال تلعب مين فيهم بتبقى دي مشكله بالنسبه كويس بس مشكله ليك كبيره اللي انت بتبص عشان كده نادي البطولات بيبقى كده تلاقي كل مركز فيه ثلاثة أربعة المنافسه صعب والمنافسه صعب وكل واحد ما فيش اذى للزميل بس هو عايز يثبت وجوده عايز يبقى موجود لو كابتن اسامه بيلعب مكانه وهو انا مستني الكابتن اسامه ياخد انذارين ثلاثه مستني اللي هو لا قدر الله يصاب مستني انا الفرصه مش بتمناه لا في فرق بين انا بتمنى وفرق بين انا مستني خلي بالك نوعيه لعب الكابتن اسامه بقى انا من زمان متابع بقى وقبله وبعد الكابتن اسامه لما تيجي تدور عليه وبيبقى بالنسبه له مريح للمدير الفني خصوصا كمان الاجنبي انت لعبت كل الاماكن يا كابتن اسامه لعبت رايت وليفت وديفندر وباك ليفت عملت كل حاجه صح ولا لا هو المركز الاساسي اللي لعبت فيه معظم الماتشات اللي هو الهاف الشمال بس لعبت كتير باك شمال ولعبت ديفندر في اخر 3 4 سنين ويمكن انا بقول لو كنت لعبت في المكان ده من بدري كنت كان ممكن ابقى احسن من كده بكتير كمان لما ياسر كمان ابتدى يلعب ويجي كنت بلعب انا باك شمال وهو بيلعب قدامي لان هو عنده السرعه والتعديه والحاجات دي والكروسات والحاجات دي كنا بنبقى على خط واحد خلص عليه عشان لو زاويه لا 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 لا, 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 لا على فكره انا ومحمد يوسف وكابتن اسامه كنا على خط واحد ايوه فدي برضو فكرنا كان مع بعض كويس يوسف كان بيلعب مساك لما كنا بنلعب ثلاثه بنلعب ناحية الشمال وانا ساعات كنت بلعب في الديفندر وياسر في الجناح الشمال اللي هي زي لما بنلعب 4 2 3 1 بس طبعا زمان كانت 4 3 3 او 3 5 2 فياسر كان بيلعب ناحيه الجناح كده فلعبت في كذا مكان لعبت باك رايت في بعض الماتشات فهي دي الاماكن اللي انا لعبت فيها لكن الاساس كان هاف شمال طيب معظم. عايز ما بعدش عن جمهور النادي الاهلي في المشهد اللي احنا بنتكلم فيه وطول الوقت لازم نديله حقه طالما فيه التزام وانضباط اللي احنا بندور عليه واساسا الجماهير هي الداعم او العمود الفقري مع جيلكم ومع جيلنا ومع الاجيال السابقه كلها ودي كلمه الحق. عايز اعرض لكم صوره مشهد ما هو الجماهير كل يوم بيدينا حاجه جديده في التاريخ. الملعب ما بيتفتحش بقاله مده كبيره مجرد ما اتقال الملعب مفتوح الجماهير راحت. عايز حضراتكم تعلقوا على ده وكمان بعدها هنحط ارقام التليفونات ندخل الجماهير معانا يا جماعه لو سمحتوا. We'll be right back.
يعني خليني اقول لحضرتك ان المشهد ده انا بشوف اللي هو جزء كبير منه في مباراه الترجي، الحافز للعيبه، السند، كانوا جزء من النجاح في المشهد، موجودين طول الوقت. طبعا ماتشات كتيره جدا بيجي لك وقت بتحس بتعب، بتحس انك ممكن تقع، لكن لما بتشوف المشهد دوت او الاصرار عند الجمهور انه لغايه اخر لحظه عنده الامل ان الفرقه هتكسب، فبتجيب بقى فوق طاقتك كمان. يعني زي انت ما تكون جندي كده في معركه وتبقى تعبان ولكن عندك خلفيه وطنك او كذا او كذا، بتبقى هتحاول وناسك وكده، فبرضه نفس الشيء جماهير النادي الاهلي طبعا هي المحرك الاولاني للاعبتها. قلت جمله من شويه عجبتني جدا، قلت ده حب باخلاص ولا في مكافاه بياخدوها؟ طبعا، ما انا بقول لك في حاجه بياخدوها، ده حب واخلاص للنادي الاهلي. طبعا هو الجمهور، احنا في النهايه طبعا احنا كنا قبل ما نبقى لعيبه احنا برضو مشجعين، واحنا ربنا ادانا موهبه او ادانا توفيق ان احنا كملنا ولعبنا في النادي الاهلي، لكن كنا بنحس بالاحساس ده. فالجمهور هو مش مستني حاجه، هو كل اللي عايزه انه يفرح ان فرقته تكسب بتاع. احنا ممكن نكون لينا مرتبات، لينا مكافآت، لينا كذا كذا كذا، ولكن الهدف الاولاني برضو لينا عشان الناس تبقى فاهمه هو اسعاد الجماهير دي. طبعا دي كانت اول حاجه. مشهد الجماهير ده ازاي؟ بص يا كابتن شاهد، في ملاحظه كده بتشوفها في جمهور النادي الاهلي، تشوفه وهو وانت خسران، تشوفه وانت متعادل، تشوفه وانت عندك مشكله. طول ما انت السنه دي احنا خدنا دوري على فكره، صح؟ جمهور عادي جدا، مفيش مشكله، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وخدنا كاس برضه، ده الطبيعي. لكن انت ما يحصل لك دروب زي ماتش الترجي، هو بالنسبه لنا كان دروب، او النتيجه مش اللي هي احنا كنا بنامل بيها. الجمهور يجي لك وتشوف النبض اللي انت شفته في الجمهور ده، ده هو جمهور النادي الاهلي، ويجي لك وبيساندك قوي قوي قوي، علشان عارف اللي انت محتاج الجمهور. وعشان كده وانت بتلعب لما تلاقي الجمهور وراك بالدفع ده، اعتقد اللي انت هتلاقي نفسك بتغير، زي ما كابتن سامي برضه بيتكلم، اللي احنا في بيبقى لاعب الكره ليه حوافز وليه مش عارف مكافئات وليه وليه، الجمهور ملوش حاجه، الجمهور جاي عايزك بس تكسب، تفرحه، صح، خد اللي وراه واللي قدام بس تفرحه. عشان كده جمهور النادي الاهلي ده خلي بالك ده جمهور عظيم والله بجد، جمهور على مدار التاريخ اللي قبل كده واللي موجود واللي بعد كده مش هيتغير، وانتمائه ما بتتغيرش. ده بالعكس، احنا عندنا حاجه في جمهورنا لما تلاقينا بيروح مننا بطوله، وده ممكن تبقى برضه في كره القدم، تلاقيه زعلان قوي وحاسس اللي فيه تقصير منه ومن الفرقه فدي بتبقى خلي بالك دي كبيره قوي. يعني فرق العالم كلها بتروح منه بطولات، النادي الاهلي الجمهور مش عايز يروح منه ولا بطوله ولا يخسر ماتش. عشان كده لاعيبه النادي الاهلي لما جيت بقول لك حطه في مقارنه لاحترام الفرق اللي موجوده في افريقيا، مش هنقول في مصر بس، حطه مع الفرق اللي هي العالميه، ليه؟ النادي الاهلي جمهوره هو رقم واحد، جمهوره هو اللي بيخلينا كده، جمهوره هو اللي بيخليك تاخد بطولات، وجمهوره يعني اتمنى ان شاء الله زي ما احنا وبنشوفهم نموذج، على فكره بنشوفهم نموذج في الماتشات، وشفناه في الترجي نتيجه بالنسبه لنا مش كويس، جمهور خرج باحترام سقف الفرقه افريقيا، وتاني يوم ولا تالت يوم كان وراك في التتش. ففي حاجات كتير قوي غير جمهور كتير تاني، اول ما بيخسر ممكن تلاقي الدنيا ونرجع تاني من نقطه الصفر، لان النادي الاهلي هو اللي بيدي امل حتى للدوله وبيدي امل للمسؤولين اللي لقى الجمهور يرجع، عشان خاطر شايف نموذج محترم هو جمهور النادي الاهلي. طيب هستاذنكم نشارك معانا الجماهير تدخل تقول رايها، وازاي هيبقوا داعمين ومساندين لفرقتهم. معانا حماصه من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كابتن شاهد عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. برحب بالكابتن اسامة عرابي والكابتن ياسر ريان. اهلا وسهلا بيك. كابتن ياسر جاب لنا ولد، اللهم صل على بقى باذن الله، باذن الله نعمل نتيجه الثاني ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. ما احنا بنقول لا للتوريث، والكابتن ياسر مصمم يورث. بس نتكلم نقطة سريعة بس بطول حضرتك، معلش انا اسف. اول حاجة انا برحب بكابتن شادي، عندنا في مساكن عين شمس عيلة السيسة يا كابتن شادي بيحبوك قوي وبيعشقوا حاجة اسمها كابتن شادي محمد حبيبي، الله يكرمك. ابو البطولات مسمينك ابو البطولات حبيبي، اشكرك. الحاجة الثانية ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي هيرجع من نجم الساحلي هناك كسبانين 2-0 ان شاء الله باذن الله. ادي حاجة. والحاجة الثانية يا كابتن، يعني بعون الله البطولة دي السنة دي في ما هناخدها ان شاء الله، مش هنطلع برانا يا رب ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي هيشرفنا زي ما بيشرفنا على طول، وان شاء الله هنخش كاس العالم وهنعمل حاجة جامدة، حاجة كويسة قوي باذن الله يا كابتن ان شاء الله. هتقول للكابتن حسام البدري واللعيبة ايه، تقول لهم ايه؟ انا اقول للكابتن
كابتن حسام البدري. يا كابتن حسام احنا معاك على الحلوة والمرة، زي ما بنقول على الحلوة والمرة معاه، عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والاخر الكون عمري عشان الاهلي يهون. حبيبي كابتن شادي احنا مع الاهلي في اي حاجة، خسارة مكسب ان شاء الله، مكسب باذن الله ان شاء الله، وراه في كل حاجة، مش هنسيب الاهلي حتى لو رجعوا ايه، احنا ورا الاهلي لحد اخر يوم في حياتي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ عربي من القاهرة، اتفضل استاذ عربي. كابتن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مسير على كباتن مصر كابتن ياسر ريان. الله يخليك. كابتن ياسر معانا، وكابتن أسامة عرابي بيرحب بيك. كابتن أسامة عرابي نجم مصر. الله يخليك، أهلا وسهلا. ربنا يوفقك يا كابتن، إن شاء الله بإذن الله هنكسب الماتش الجاي، ما تقلقش يا كابتن شادي، أنت عارف الأهلي يعني. طبعا. وأنت كابتن من كباتن الأهلي يا كابتن، ما تقلقش. حبيبي إن شاء الله. حابب تقول إيه للكابتن حسام واللعيبة، تقول لهم إيه؟ أقول لهم ربنا معاكم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. حابب تقول أي حاجة تانية؟ الله يخليك يا برنس، الله يخليك كابتن. حبيبي أشكرك شكرا جزيلا. جمهور النادي الأهلي عاشق لنادي. مين معانا يا جماعة؟ في ضغط بيقولوا لي من التليفونات كتير جدا أول ما حطينا التليفونات، لكن شفت عجبني وأنا دايما بقول كده اللي دخل مكالمة كمان اللي قبل دي، هو بيقول لك على الحلوة والمرة معاه وحافظ الأغنية وكلنا حافظينها. وجمهور الاهلي يا كابتن اسامه، اتذكر لكم موقف كمان مهم لما في وقت الماتشات ما اتذاعتش، كان في مشكله، فاكر الجماهير الاهلي كانت بتروح في الدقيقه يا كابتن اسامه؟ طبعا ده طبعا ايام الماتش الفتره اللي هي كتير ماتشات فتره وقفت الاذاعه، ما كناش بنذاع الماتشات على الهواء الاستاد مظبوط، وكان الزمالك متقدم علينا ب 11 نقطه تقريبا، و الجماهير بتقفل الاستاد كل لقاء لغايه لما كسبنا كل الماتشات، وبما فيهم ماتش الزمالك الاخير لانه كان بيبقى اخر ماتش في الدوري، وكسبنا وخدنا البطوله وعوضنا فارق ال 11 نقطه. طبعا الحماس بتاع الجمهور بينعكس عليك على طول، لكن لما بتلاقي انت المدرجات فاضيه ومفيش جماهير، اوكي بتلعب وبتحاول وبتأدي دورك، ولكن الجمهور الدافع الاول ليك طبعا. الدافع الاول، احنا اول حاجه كنا بنروح الاستاد اول ما بتنزل من السلالم بتاعه الاستاد بتروح على الملعب، حتى لو ما دخلتش جوه بتبص بره او بتخش الاوضه بتبص بالشباك بتشوف منظر الجماهير وهي قاعده، لان دي بتبقى متعه انك انت تبقى تلعب. معانا كمان استاذ هاني من القاهره، اتفضل استاذ هاني. ازيك يا كابتن شادي؟ ازي حضرتك؟ احب ارحب بضيوفك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا استاذ ريان. طبعا نار على العالم يعني. الله يخليك. كابتن شادي انا كلمتك قبل ماتش الترجي وقلت لك احنا هنصعد من تونس، صح؟ والله مش فاكر. لو تفتكر الحلقه اللي قبل الماتش على طول. يعني وحظ حلو ان انا دخلت معاك تاني. طيب لما قلت لك ان انا كنت بتعب لما كنت بتفرج على المباراه في الاستاد. طب عايز اسالك سؤال، طب توقعاتك ايه للمباراه القادمه امام النجم الساحلي ان شاء الله؟ لا بص يا كابتن شادي، النادي الاهلي علمنا ان مفيش غير المكسب. احنا جمهور الاهلي كل توقعاته في اي وقت هو المكسب، احنا ما بنلعبش غير على المكسب. وانا بقول لفرقه الاهلي كنت رجاله. بمعنى الكلمه كان في 18 راجل في الملعب يا كابتن، مش 11 كانوا في الملعب بس. 18 لو تشوف الدكه كانت بتعمل ايه يا كابتن، يجيب كور. رسالتك ايه للكابتن حسام البدري واللاعبين، تقول لهم ايه؟ بص يا كابتن، انا رسالتي للكابتن حسام البدري قبل اللعيبه، كابتن حسام كمل كمل، جمهور الاهلي بيثق فيك، سيبك من المناوشات اللي بتحصل على الفيس دي، احنا مش عارفين دول اهلاويه ولا مش اهلاويه، لكن احنا جمهور الاهلي اللي بجد واثق فيك وواثق في اللعيبه كلها. وبحب اقولها كلمه ثانيه لجمهور الاهلي. اتفضل. بجد انا ما شفتش جمهور زيك. لما بيتطلب منك انك تقف وتساند من غير ما حد بيطلب، انت موجود في ظهر النادي الاهلي، كلمه الحلوه والمره دي ما لناش بالسهل يا كابتن. اي نعم احنا ما بنشوفش مره مع النادي الاهلي، بس برضه احنا مع الحلوه والمره معاك. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، وكلامك للامانه دخل قلبنا واحنا قاعدين، كلام محترم جدا، وهو ده جمهور الاهلي العظيم. لو انت كمان بتشكر كواحد من الجماهير بتشكر كل جماهير النادي الاهلي، احنا كمان بنشكرك على روحك الجميله وحبك واخلاصك للنادي الاهلي. مين معانا يا جماعه؟ مين؟ استاذ التبعي من القاهره، اتفضل يا استاذ تبعي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا كابتن شادي انت على الهوا، اتفضل. حابب تقول ايه؟ اتفضل. ازاي حضرتك كابتن شادي؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك يا كابتن وعدتني بالجايزه، وعدتني بالجايزه على الهوا. جايزه ايه؟
اقول لك يا كابتن، انا سعيد اللي كنت بكلم حضرتك يوم كابتن محمد عامر وكابتن كابتن مجد طلبه لما قلت لك الاهلي هيكسب 2-1 وقلت لي سعيد هنديك الجائزه على الهواء. عايز جائزه ايه؟ لا بص، هو جائزتي على مثلا كابتن شاد ان النادي الاهلي طبعا كسب. وطبعا انا عايز اقول ان النادي الاهلي ده نادي بطولات يا كابتن. وعايز اقول لك ان جماهير النادي الاهلي دي جماهير يعني ملهاش مسير في الدنيا كلها. وعايز اقول لكابتن حسام البدري انت وعدتنا وفيت بوعدك. طب معلش انا ليا سؤال هقول لك على حاجه، انت التبعي ولا سعيد؟ سعيد التابعي، انا سعيد التابعي. ايوه كده افتكرت. اه تمام. على العموم، على العموم بس ما تمسكش عليا واحده على الهوا، انا انا هوعدك اهو بحاجتين، لان عمري ما وعدت حد بحاجه وما عملتهاش. تيشيرت النادي، تيشيرت النادي الاهلي وتذكره المباراه ان شاء الله للنادي الاهلي والنجم، عشان احنا كمان ورطنا اللي هو شيرين شمس هناخد منه تذاكر، فانت اول واحد ليك تذكره. وعشان تعرف بس اللي احنا لما بنوت حاجه لجماهير النادي الاهلي ما نقدرش اللي احنا نتخلى عنكم. هتقول ايه؟ هتقول ايه لكابتن حسام البدري واللعيبه؟ طبعا هقول لكابتن حسام البدري احنا بنشكرك جدا، وبنقول للاعيبه انتوا لعيبه رجاله، لعيبه رجاله في الملعب، لعيبه رجاله بره الملعب، ركزتوا ما فكرتوش في اي كلام، بجد انتوا رجاله بمعنى الكلمه. بجد يعني فرحتونا وياما هتفرحونا باذن الله، باذن الله، باذن الله البطوله باذن الله في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اقول لحضرتك على حاجه بمناسبه الكلمه اللي حضرتك قلت لي عليها كابتن شادي، ان انت وعد كابتن شادي بيوعد وما بيخلفش. لا، من 10 سنين فاتت قابلت حضرتك في الاستاد، كان ماتش النادي الاهلي والاسماعيلي استاد القاهره، وطلبت منك ان انا اتصور معاك، بس انت كنت في مدرج وانا كنت في مدرج ثاني، وحضرتك اذنت للامين الشرطه انه يعدي لي الناحيه، يعدي لحضرتك ان انا اعدي لك الناحيه الثانيه عشان اتصور معاك. ووعدتني وما خلفتش بوعدك، والصوره معايا لحد دلوقتي يا كابتن شادي من 10 سنين. حبيبي انا بشكرك شكرا جزيلا واتشرفت بيك، وخليني اقول لك برضو على حاجه مهمه، يعني مش شادي بس اللي بيعمل كده، كل نجوم النادي الاهلي كلهم محترمين وكلهم ليهم نجوم جماهير وكلهم، ده اقل حاجه، لان انتوا لازم تفهموا حاجه، لازم تفهموا لولا جماهير النادي الاهلي ما كانش الاسماء دي موجوده، ما كانش يبقى في حد موجود. انت خلصت الموضوع يا كابتن، ما كانش جماهيريه شعبيه ما لو ما في جماهير انديه شركات موجوده، مع احترامي ليها الشديد مهما عمل النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي جمهوره ومساندته ودعمه هو عمود فقري زي ما احنا بنقول. معانا حسين من القاهره، اتفضل حسين. استاذ حسين، استاذ حسين، في ضغط تليفونات بيقولوا لي جامد جدا فالخط قطع. في حد معانا؟ طيب كابتن اسامه، كلام الجماهير جميل. اه طبعا. وحاله التفاؤل انا حاسسها. كابتن ياسر نفس الموضوع، حاسس نفس اللي انا حاسه، الجماهير دايما متفائله، جماهير النادي الاهلي. اكيد مفيش شك جمهور النادي الاهلي على طول متفائل. والتفاؤل ده حاجه كويسه، لكن برضه في كره القدم يعني ممكن نكسب وممكن نخسر وممكن نتعادل. فما نجيش نلاقي الكلام اللي هم الجمهور دلوقتي بيساند بيه كابتن حسام البدري وبيدعم الجهاز الفني وبيدعم اللعيبه وبيدعم النادي، وبعد كده الاقي الدنيا اتغيرت. لا بالعكس، لازم تبقى انت واثق في فرقتك، واثق في ناديك، واثق في جهازك، واثق واثق واثق. النتيجه دي بتاعت ربنا زي ما، وهم تعبوا وفعلا لعيبه النادي الاهلي على طول على مدار، عشان كده اللي بيلعب في النادي الاهلي بيقول الله يكون في عونه، ضغط مباريات على طول وضغط بطولات وضغط كتير، احنا كلنا احنا الثلاثه كده مرنا بيها واحنا بنلعب. ايه تطلع من مباراه الاسماعيلي تقول لك مباراه الزمالك، تاخد الدوري يقول لك الكاس، تاخد الكاس يبقى افريقيا. حتى واحنا معتزلين ما بنجي نروح نلعب ما بنعرفش نجامل الناس، بنبقى عايزين نكسبه ونكسبه بنتيجه كبيره. يعني حتى كمان ما بنعرفش نوع المجامله، لعيبه النادي الاهلي ما بتعرفش عندها، واخده الامور على طول نكسب. حتى مع الاجيال لما بنعتزل وتروح تلعب اي مباراه تلاقينا مركزين ونقول لا لا لازم نكسب وما ينفعش نخسر، هي خلاص بقت توارث الاجيال. طبعا كابتن اسامه، كابتن ياسر لمس في حته مهمه جدا انت شفتها وانت لاعب وانت مدرب جوه النادي الاهلي، واكتر واحد كمان تقدر تقول لنا ايه المشاعر دي. قبل ما اسالك عشان ده السؤال الاخير، معانا استاذ رمضان من القاهره، اتفضل يا استاذ رمضان. انا كان كابتن شاهد عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. وكابتن اسامه عرابي نجم مصر الكبير، اهلا وسهلا. النجم الكبير، اهلا وسهلا. 28 بطوله، اهلا وسهلا.
الكابتن ياسر ريان، مش هترحب بالكابتن ياسر ولا انت عايز يزعل مني؟ ريان النفاس، انا كابتن ياسر ريان التاريخ وربنا يخليه لابنه ونشوف نجم كبير ونصبر عليه، شفنا لعيب كبير بس نصبر عليه ان شاء الله. عايز كابتن ياسر ريان نجم مصر طبعا، وكابتن اسامة عراب وكابتن شادي برضو حبيبي الله يكرمك، الثلاثة الجميلة. ادخل في الموضوع، حابب تقول ايه؟ اتفضل. انا عايز اقول يا كابتن يعني ان النادي الاهلي ده بطول تاريخه، بحس ان كلام النادي الاهلي كويس يبقى مصر كويسه. وان شاء الله انا من سنه قلت ان شاء الله الجيل ده هيطلع تاني يتعلم انديه ان شاء الله. الجيل عايز الصبر، الجيل ده كويس وحسام البدري، بس عايزين الحته الهجوميه شويه. النادي الاهلي نادي بطولات، يعني النادي الاهلي حاجه كبيره، عايزين اي ماتش ننزله نكون بره جوه نفسك. يعني انا يعتبر ريال مدريد وبرشلونه العرب وافريقيا. وان شاء الله هنوصل بطوله العالم، وان شاء الله هنحقق مركز كبير ان شاء الله. يعني مركز ناخد الثالث او ممكن نلعب فاينل ان شاء الله، النادي الاهلي اكبر من اي حد يقف قصاده. استاذ رمضان انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ عبد الرحمن من القاهره، اتفضل استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. ازيك يا كابتن شادي؟ السلام ورحمه الله وبركاته. انا بسلم على حضرتك وانا سعيد جدا ان انت معاك نجوم من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي في الرياضه وفي الاخلاق وفي كل شيء. معاك الكابتن اسامه عرابي، حاجه كبيره جدا كبيره جدا، وانا ما اقدرش اقول عليه جندي مجهول في النادي الاهلي الكابتن اسامه عرابي، لان هو معلوم 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 مين هو الكابتن اسامه عرابي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. ومعاك الكابتن ياسر ريان، ما اقدرش اقول احسن وينج ليفت ولا وينج رايت ولا كابتن ياسر ريان، كل اللي كان بيطلب منه في النادي الاهلي كان بيعمله. ربنا يخليه لينا ويديله الصحه هو وابنه، ان شاء الله يكون حاجه واضافه كبيره للمنتخب. هم كانوا هاديين عليا في الحلقه، هتخليهم يتغروا عليا دلوقتي. انا وبعض اتحايل عليهم عشان اجيبهم ضيوف واقول لهم ده بيتكم. يا كابتن شادي يتغروا عليك ايه يا كابتن شادي؟ ما شاء الله كابتن شادي محمد كابتن النادي الاهلي، اكتر كابتن مسك رفع كاسات للنادي الاهلي. هتقول ايه؟ اسمعني، هتقول ايه للكابتن حسام البدري؟ هو الاهم دلوقتي مننا كلنا، الفريق عنده ماتش مهم. هتقول ايه للكابتن حسام البدري واللاعبين؟ هقول للكابتن حسام البدري احنا دايما في ظهرك ودايما معاك، ربنا يوفقك في اختياراتك. بقول للعيبه مش جديد على النادي الاهلي انه يطلع منه اجيال ورا اجيال، فعلا هي اجيال بتسلم اجيال. مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ان يكونوا هم حاسين بالمسؤوليه، مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ان هم يكونوا عارفين قيمه النادي الاهلي اللي هم بيمثلوه. مش اللي هو الاغرب من كده يا كابتن شادي، السؤال اللي لازم الناس تجاوبه والناس تفكر فيه، الثقة اللي جت لجماهير النادي الاهلي ان الاهلي يكون مغلوب واحد والجمهور قاعد مستني وعارف ومتاكد ان شاء الله ان الاهلي يكسب، ده اكبر ثقة واكبر دعم للعيبة. احنا متاكدين وعارفين ان لعيبة النادي الاهلي هم ايه. عايزين نقول لكل اهلاوي لازم لازم تبقى حاسس بالدعم، ان بتكون بتدعم الفرقة بتاعتك. صح. احنا مش بنبصش للمشاكل اللي هي الداخليه اللي هم عمالين يعملوها هنا كلجنه اولمبيه ولا وزير الرياضه، كل الكلام ده ما ياثرش فينا احنا، لان احنا عارفين ان احنا بنشجع كيان كبير اسمه النادي الاهلي. انا بشكرك، انا اللي بشكرك، وانتوا على الراس وتتشالوا على الراس، جمهور الاهلي العظيم ده في المحنه بيبقى موجود مش في الانتصار بس. فمن هنا انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن اسامه، كنت بقول لك على نقطه مهمه جدا، ترجع من ثالث العالم يقول لك الدوري يا اهلي، ترجع من الكاس يقول لك الافريقيا يا اهلي، تروح لافريقيا الكاس يا اهلي. هو ده عبقريه البطولات وثقافه جماهير النادي الاهلي، زي ما هي ثقافه لعيبه ونادي فهي ثقافه الجماهير اللي بتبث الروح دي. مفيش شك النادي الاهلي، ويمكن ياسر قالها برضو من شويه، مطالب يبقى اول، ما ينفعش يبقى اول بشرطه، ما ينفعش، ما الناس مش متقبله كده ومش متعوده على كده. فعندها حتى احساسها بالبطوله بقى عادي، يعني لما بناخد الدوري العام، يعني في فرق كتيره لما تاخد الدوري العام ممكن تقعد تعمل احتفالات سنين على الدوري ده. انت بتاخد البطوله وممكن حتى ما بتلحقش تحتفل بيها، خلاص بقت عادي. بتطلع من بطوله لازم البطوله اللي بعدها هي الاهم، تكسب زي ما انت قلت كاس يقول لك افريقيا، تكسب افريقيا يقول لك بطوله العالم الانديه. فهو خلاص دي ثقافه نادي وثقافه جماهيره،
خلاص بقت يعني علامة مميزة للنادي الأهلي، وجماهيره فاهمة كده، وإدارته فاهمة كده، وجهازه فاهم كده، ولاعيبته فاهمة كده. فعشان كده اللعيب اللي بيجي في النادي الأهلي بيتحط في المفرمة زي ما بيقولوا. ممكن يكون في أندية أخرى بيلعب على مهله، يتغلب النهارده مش مشكله، يطلع من بطوله النهارده مش مشكله، بكره يبقى احسن شويه يبقى مش مشكله. ولذلك في ناس ما بتقدرش تستحمل هذا الضغط، في ناس بتيجي تصطدم ان هي مطالبه ان لازم تكسب 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 تكسب. فممكن يبقى هو لعيب كويس ولكن ما بيستحملش هذه الضغوط جوه النادي الاهلي. ولذلك في ناس تقول ده فلان لعيب كويس ومش قادر يخش جوه منظومه النادي الاهلي، عشان دي، عشان انك انت على طول مطالب انك تكسب تكسب تكسب، ودي خلاص ضريبه. ونتمنى ان احنا كل لعبتنا تسعد الجماهير زي ما الاجيال اللي فاتت سعدت. الوقت جري معاكم بسرعه جدا جدا. واحده من الحلقات اللي انا اتبسطت بيها فيها كل حاجه، كلام في الكوره، ذكريات، كل حاجه. ومره ثانيه وثالثه ومليون، كابتن ياسر ريان واحد من نجوم النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي هو يعلم انا بحبه قد ايه، بحب انكفه شويتين. وكمان فرقه الشمس بكسبه على طول على الهوا، بقول اهو لو مع كابتن بكره هتكسب، ولو مع كابتن زكريا هتكسب، كابتن رابع بقى هي كده خلاص فرقه الظلم. فانا دايما ببقى مبسوط يا كابتن ياسر، حضرتك ليك تاريخ كبير جدا جدا سواء مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، وبتشرف ان انت تبقى موجود داخل قناه النادي الاهلي ونسمعك. شرفتني ونورتني. احنا سعداء معاك النهارده كابتن شادي، ومش من اول مره وبنبقى سعداء واحنا جايين لك فعلا مبسوطين. الكلمه الاخيره انا عايز اقولها بس ان شاء الله للجهاز الفني واللعيبه، زي ما انتم فرحتونا في بطولات كتير وعملتوا اللي ما اتعملش في مباراه الترجي، نتمنى ان شاء الله خلاص الامور قربت، فان شاء الله باذن الله تفرحونا في ماتش النجمه، ودي النجم الساحلي، ودي نقطه ان شاء الله توصلنا باذن الله ان نسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كمان واحد من ابناء النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي ومن الشخصيات المحترمه جدا 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 وصاحب الاخلاق العاليه وتاريخ كبير، ماتشات، بطولات، كل حاجه. ولما نتكلم اسمح لي اديك لقب على شاشه الاهلي النهارده، في ناس اجيال او في لعيبه ممكن تكون اتظلمت اعلاميا في حياتها، لو في اللوجو بتاع النادي الاهلي، فانا اسمح لي اقول لك باسم كل الاهلاويه اللي هم بيحبوك وعارفين الكابتن اسامه عرابي مخلص قد ايه، فممكن اللوجو بتاع النادي الكابتن اسامه يبقى النسر اللي على لوجو النادي الاهلي. لا لا، وانت من الشخصيات المحترمه وانا بحبك جدا يا كابتن اسامه، او الزعيم كابتن اسامه عرب. الله يخليك، يعني شرف كبير والحمد لله. يعني واحنا كلنا مسيره اجيال بتسلم اجيال زي ما بيقولوا، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للفرقه والجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله في ماتش النجم الساحلي اللي جاي، ومش المباراه بس اللي جايه، تكملتها مباراه هنا، لان الدخول او الوصول للنهائي بمجموع اللقاءين. وسعيد طبعا بوجودي معاك يا شادي وبوجودي معاك كابتن. انا بشكركم شكرا جزيلا وشرفتوني نورتوني، وده كان حوار من وجهه نظرنا احنا ممتع جدا جدا. اتمنى لحضراتكم كمان تكونوا استمتعتوا باثنين من نجوم النادي الاهلي في حوار ذكريات وكلام في الكوره. وكمان هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، والكوره للجماهير.